Recording in progress. Share. ولا قاسم طلع عندكم شيء؟ بلي دكتور طلعت محاضرة. أنا راح بعد أنا عندي بعد مشكلة بالصوت، يقع إذا مشكلة بالصوت الصورة مجتبى جاسم، قول مجتبى جاسم احكي دكتور الصوت شوية بعيد ومو واضح. بس أنت يمكن هسه من الطلاب اللي تبين الصوت مو واضح. بس يمك مجتبى واضح الصوت مجتبى. هي أحسن شوية. أحسن. أحسن. بس هن أنزعها تمام وظاهر الصوت تخليه واضح. مجتبى الصوت واضح ولا مجتبى؟ إيه زين زين. زين. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله تعالى من جامعة جابر بالحياة الطبية. كلية الصيدلة المرحلة الثانية، المادة ميديكال فيسيولوجي 2، ومحاضرتنا لهذا اليوم من عافية من المايك يعني سوي ميوت. محاضرتنا لهذا اليوم سوي ميوت من يومكم عافية. طلاب سوي ميوت. محاضرتنا لهذا اليوم هي من شابتر اندوكرينولوجي. موضوع الاندوكرينولوجي حقيقة من المواضيع المهمة جدا. عافية غلق المايك، غلق المايك، ليش خلينا نغلق المايك من يمين؟ غلق المايك. غلقت المايك؟ ما غلق. موضوع اليوم هو الاندوكرينولوجي، وموضوع الاندوكرينولوجي من المواضيع المهمة جدا بما فيها علاقة كثيرة مع حركة ووظائف الجسم بصورة عامة. راح نشوف من خلال دراستنا لهذا الفصل اللي يهتم بدراسة physiological of endocrine is very important in medical field because of deals with many diseases, deals with many drugs. ولذلك يعني دراسة أساسيات الإندوكرينولوجي يكون مهم جدا حتى ينطي في background لمعرفة، بما أنه مخرجاتنا صيدلة، لمعرفة الكثير من الدراكس وبالخصوص الهرمونال دراكس وكيفية عمله. لذلك الموضوع مهم جدا اللي هو الإندوكرينولوجي. راح ناخذه من جانب الفسيولوجي. طبعا الاندوكرينولوجي راح اشوفه كل علم هو موجود، مثلا في المرحله الثالثه راح ندرس في الكلينيكال بايوكيمستري، ندرس في الكلينيكال كيمستري، وكذلك حتى بالفارماكولوجي ايضا فصل كامل على الاندوكرينولوجي. كل علم يدرس هذا خلينا نقول الموضوع من بابه الذي يراه له علاقه بالاندوكرينولوجي. لكن اليوم احنا دراستنا راح تكون من باب الفسيولوجي. فالسؤال اللي راح يكون وينطي أهمية الاندوكرينولوجي هو الكوردينيشن of the human body, coordination of organ function, coordination of in general is very important to study two branch in the system. يعني عملية الكوردينيشن التنسيق الداخل الجسم depending on two control system. يعني الكنترول داخل الجسم اللي يسيطر على عملية الكوردينيشن، عملية التنسيق الوظائف فيما بين
وأداء الوظيفة المهمة يعتمد على نقطتين. النقطة الأولى أو البرانش الأول أو السيستم الأول هو النيرفس سيستم. درست النيرفس سيستم بالفسيولوجي بالكورس الأول، قلنا هناك سنترال نيرفس سيستم، هناك بريفرال نيرفس سيستم، هناك أوتونوميك نيرفس سيستم، هناك سيمباثيتك آند باراسيمباثيتك نيرفس سيستم. وعرفنا عملية الوظيفة إذا كانت تحت سيطرة voluntary or involuntary، هكذا أخذناه بالكورس الأول. السيستم الآخر الذي يقوم بالسيطرة بعملية والتحكم في وظائف الجسم هو الاندوكراينال سيستم. بس السؤال هنا أريد تخليه ببالك في بداية المحاضرة، هل النيرفس سيستم هو مفصول عن الاندوكراينال سيستم في إعطاء الكوردينيشن، يعني الكوردينيشن of the body، وظائف الجسم فقط تعتمد على النيرفس سيستم بدون الاندوكراين، أو تعتمد على الاندوكراين بدون النيرفس سيستم؟ وماذا يقول عباس عبد الكريم؟ حقيقة هذا يسموه سؤال، خلينا نقول سؤال استنتاجي أو استدراكي أو في بداية المحاضرة، حتى نخلي هذا الجواب في نهاية المحاضرة راح نعرف الجواب بصورة رئيسية. ماذا تقول يا عباس عن هذا السؤال؟ قلت لكم أنا أسوي ميوت قبل شوية، ما سويت ميوت، فاضطريت أسوي لكم ميوت آني. فبهذه الحالة لازم أفتح لكم الميوت، بس عافية غلقوا المايكات وغلقوه. يلا تفضل عباس. السلام عليكم دكتور. الشيء اكيد النيرفس سيستم ما يعمل بشكل منفصل عن الاندوكراين سيستم، فيعني تحفيز النيرفس سيستم يعني اذا there is a connection حيأثر عليه من على الاندوكراين سيستم على مد يفوز الهرمونات على متادبه. اذا هنالك، يلا غدير، غدير عادل، ما تقولين يا غدير عادل؟ صباح الخير دكتور. صباح النور دكتور. أعتقد أن جهازين أحدهما مطلوب بالآخر، يعني كل واحد وظيفته مكملة للأخر، يعني لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. ولذلك خليت عافية، شكرا جزيلا. إذا خليت هذا السؤال في بداية المحاضرة راح نعرف بالأخير، مو تقول اللي سيطر على الجسم هو فقط الاندوكراين، لا أيضا النيرفس سيستم. درسناه بالكورس الأول بصورة مفصلة، وكذلك أكو فد موقع مهم جدا بالإندوكرينولوجي راح يكون هو عبارة عن كونكشن ما بين الاثنين. زين، فأنا شوي نتقدم بالمحاضرة، المحاضرة شوي يحتاج لها شوي تركيز. أكو فد تعريف إلى ما يسمى بالإندوكرينال سيستم، وهذا ما أخذي أكتب التعريف القديم، لكن بصورة عامة الإندوكرينال سيستم concerned with different metabolic function of the body. هذا الاندوكراينال سيستم راح ينطي في كيميكال رياكشن اعتمادا على various substances, various chemical, various biomolecules. هاي البيومولكيولز راح نسميها الهرمون. اذا الهرمون secreted from endocrine ويعتبر chemical messengers، يعني هذا من يطلع الهرمون من هذه الاندوكراين حامل رسالة كيميائية إلى target cell حتى تسوي التغييرات chemical reaction داخل target cell وتنطي الإفكت of hormone. هاي الاندوكراين سيستم سمي اندوكراين يعني مغلق، لأنه يفرز أو يصنع synthesized in organ and then secreted in the bloodstream and they reach to target cell. Reach to target cell. هذا السكند أو هذا المسنجر راح نسميه هورمونز. هذا الاندوكراين. Organization of endocrine system. الجزء المهم أول واحد اللي راح نهتم به في الاندوكرينولوجي هو الهايبوثالامس. الهايبوثالاموس اللي هي الاندوكراين جلاند اللي تسمى نقول تحت المهاد بالتفسير العربي، تتالف من various endocrine glands
and neurosecretory cells. لاحظ الهايبوثالامس فيه تعتبر اندوكراين، راح نشوف الهرمون اللي سكريتد من عندها، وتعتبر neurosecretory cell لانهم ايضا هنالك سيجنال يظهر من عندها في او تتاثر بالسيجنالز اللي راح تكون تحت سيطره النيرفس سيستم. لذلك الهايبوثالامس راح تفرز لي نوعيتين. النوعيه الاولى لو تشوفها بالخط الاحمر اللي صارت جوه السلايد ريليزنج فاكتور، او مرات يسموها ستيميليتنج فاكتور واحد، والثاني انهبيتوري فاكتور. فاذا ظهر الهرمون ريليزنج فاكتور راح يسوي ستيميليشن للجلاند تفرز هرمون ما، لكن اذا طلع الهرمون من الهايبوثالاموس بعنوان انهبيتوري فاكتور راح يسوي انهبيشن للجلاند اللي يكون تحت سيطره الهايبوثالاموس. هايبوثالاموس از فيري امبورتنت بيكوز اوف consists of endocrine gland and the neurosecretory cells من هي الهايبوثالامس. بيها releasing، لنأكد على عيدها لأنه بيها شوية أهمية، بيها releasing factor وبيها inhibitory factor. الصراحة أشوف كلمة releasing RF أو IF تضاف في نهاية الهرمون حتى نعرف أنه مكانه من الهايبوثالامس. الهرمون حقيقة إلى classification كثير وإلى differentiation كثير. الهرمون اللي ينفرز اتفقنا من الاندوكراين حقيقة هي ductless بدون قنوات مباشرة إلى the blood system and then reach to target cell to give its physiological function. هذا يسموه الأكسس. إذا جاكم أو شفتوا في مصادر الهرمون أكسس مثلاً للثايرويد جلاند، هرمون أكسس للهايبوثالاموس، هرمون أكسس فور أدرينال جلاند. الهرمون أكسس يعني بالمناسبة أنا أسوي بارتات بالمحاضرة حتى أتوقف عند سؤال، فعند سؤال يكتب سؤال. أقول هرمون أكسس يعني هو المحور الهرموني للإندوكرينولوجي اللي يبدي من الهايبوثالاموس وبالجلان وبالتارجت سيل. هذا يسموه اكسس، هرمونال اكسس، اندوكراين اكسس، يعني المحور الاكس يعني المحور الافقي اللي يبدا بلا بدايه والى نهايه. لحد الان احنا في خلينا نقول بدايات الاندوكرينولوجي اتفقنا انه الهرمون نعتبره كيميكال مسنجرز، كيميكال مسنجر يعني مرسل كيميائي الى وظائف محدده على التارجت سيل. هذا الكيميكال مسنجر راح نقسمه عند التقسيمات. التقسيم الاول نسميه اندوكراين هرمون. اندوكراين هرمون اللي هو يخضع تحت سيطره الاندوكرينولوجي، ينفرز من الجلاند وينتقل الى التارجت سيل and then give its function. الاندوكراين الجلاند بتكون بعيده عن التارجت سيل، لاحظ ديستانت تارجت سيل بعيده. النيوروكراين كما في حاله النيورو هرمون طبعا هي ببتايد ومسؤوله ايضا تنتقل الى بلاست ستريم وايضا ديستانت تارجت سيل. اكزامبل عندنا على النيوروكراين اللي هو الاوكسيتوسين والاي دي اتش الانتي دايروتيك هرمون، راح ناخذها بتفصيلها في محاضرتنا اليوم. لكن الكيميكال مسنجر اذا عندنا اندوكراين ينفرز من اندوكراين جلاند ويعمل في تارجت سيل تكون بعيده. واحد النيوروكراين تقريب قريب عليه لكن هنا تاثيره نيورو، احنا قلنا بعض الهرمونات لها تاثير نيورو، تاثير نيرفس سيستم نتيجة بعض الاحتياج داخل الهيومن بودي، كما في حالة الأوكسيتوسين والأي دي اتش. أنا ما راح أتطرق شنو وظيفة الأوكسيتوسين والأي دي اتش لأنه إلها التفصيل داخل المحاضرة حتى ما تكون مكررة عليكم الوظيفة.
اكو مصطلح اخر ايضا للكيميكال مسنجر اسمه الباراكراين. باراكراين هرمون ينفرز من الاندوكراين لكن يكون مو بعيد الدستانس، يكون شورت ديستانس، قريب من عنده تقريب من الاندوكراين او نايبورنينج ديفرنشال تايب. يعني مثلا المثال هذا اللي هو سوماتوستاتين سيكريتد باي دلتا سيل اند اكت اون الفا اند بيتا سيلز. هاي بالبنكرياس اكو بيها الفا وبيتا ودلتا، لاحظ من الدلتا وتشتغل عليها من على الالفا اند بيتا سيل حتى تسوي فد انهبيشن في افراز الانسولين والجلوكاجون، يعني قريب على شورت ديستانس، بينما بالاندوكراين بعيد. باراكراين انفرس ميليجرام واشتغل على السيل القريبه عليه. اوتوكراين لا، الاوتوكراين كيميكال ماسنجر نايبورنينج يشتغل على الخليه تكون مشابهه له، تكون مشابهه له الاوتو ذاتي، عمل هرمون ذاتي، خلينا نقول بنفس الخليه مرات بنفس المكان، كما في حالة البروستاغلاندين اللي أخذناه أيضا بالكورس الأول اللي هذا يعتبر الإيكوسانويد وإلى كيميكال بيبتايد كيميكال مسنجر انفرز أثناء الانفلاميشن تفصيله إن شاء الله بمرحلة الثالثة بكل تفاصيل البروستاغلاندين نأخذها. هنالك مجموعة من الأدوية كذلك تعمل عملها مشابه لها أو مضاد لها. إذن الكيميكال مسنجر اللي هو هرمونز حتى يشتغل ويعطي ميكانيكيات إلى مواقع مختلفة، قد يكون إندوكراين من جلاند ويشتغل في مكان بعيد، قد يكون باراكراين من مكان إندوكراين جلاند ويشتغل بالخلية القريبة من عنده، أو أوتوكراين يفرز من الجلاند نفسه من السيل ويشتغل على نفس السيل، أو قد يكون نوروبيبتايد كما في حالة الأوكسيتوسين والأي دي اتش. هذا شنو؟ مكان side different side of chemical messenger between the practice hormone. Classification of hormone. الهرمون حتى نقسم عدة تقسيمات إلى وعدة أساسيات من التقسيم اعتمادا على chemical nature of hormone. فراح نشوف بعض الهرمونات هي amino acid or amines derivatives كما في حالة الكاتيكولامين والتي 4 والتي 3. قد يكون بروتين or polypeptide كما في حالة الانتيدياوريتك هرمون انسولين جلوكاجون باراث هرمون او ما يسمى بالباراث هيرود هرمون. ستيرويد هرمون كما في حالة الجلوكورتيكويد المينيرالكورتيكويد سكس ستيرويد and فيتامين دي. هاي الطبيعة تعتمد عليها على الكيميكال نيتشر يعني الستركتشر مالت الهرمون. عند دراسة الستركتشر قسموا هذه الهرمونات، بعضها يكون بروتين وبعضها يكون خلينا نقول ليبيد ستيرويد. هسه هاي شو نستفاد من عدها التقسيمات؟ نستفاد من عدها راح تعطي الديوريشن اوف اكشن اوف هرمون. كل ما يكون ستيرويد كل ما يكون الديوريشن مالته اكثر وبقائه بالجسم يكون فترة اطول. و هذه حقيقة يعني مهمة جدا حتى تفيدنا في follow up management of disease. يعني إذا كان هنالك disease وفي عملية صناعة dosage form تدخل هذه الصفة في تغييرات بعض خلينا نقول الإضافات على الأدوية وعلى الهرمونات، نقول أدوية يعني هرمونات، وبالتالي إما يتم تلاعب في ما يسمى بالكاينتيك أو هرمون حتى تنطي التأثير المناسب لعلاج المرضى اعتمادا على chemical structure. Depending on mechanism of action of hormone. نقسم الهرمون أيضا إلى عدة تقسيمات. بعض الهرمونات يكون ارتباط الريسبتر مالتها يكون داخل الخلية. يكون داخل الخلية كما في حالة الستيرويد والثايرويد هرمون والريتينويد اند ثايرويد هرمون. وبعض المجموعة من الهرمونات الأخرى تكون
الميدييتر افكت ديبند اون كيميكال نيتشر، ليس فقط داخل الانترا سيلولار، ما تكون اون يعني اون سيل، يعني يصير لها الريسبتورات موجوده على سطح السيل وعند اتحاد الهرمون معها تطلق سكند ماسنجرز، تعطي تغييرات داخل السيل. الجروب الاول لا يدخل داخل السيل، الريسبتور موجود داخل السيل، لكن الجروب الثاني لا، الريسبتور موجود على سطح الخليه وبالتالي يؤدي الى اعطاء هذا التاثير. هذا فد اكزامبل بالنسبه للرسم، هذا فقط توضيح لكم انه الهرمون اذا صار هنالك انتقاله عن طريق البلد فيسل يوصل الى التارجت سيل حتى يفرز لي الهرمون، وهاي فقط انه كيفيه حركه الهرمون سواء كان تحت تاثير النيورون او تحت تاثير الاندوكراينولوجي. عندنا فانكشن اوف هرمون، فانكشن اوف هرمون يعني احنا قلنا الهرمون والنيرف سيستم هن المسؤولات عن الكوردينيشن اوف ذا بودي. بس نقول هاو ريجوليت ذا هيومن بودي فانكشن باي هرمون. يعني الهرمون زينب عباس، الهرمون معناه شنو الوظيفه مالته؟ تفضلي زينب. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله. دكتور بس هاي الكلاسيفيكيشن مالت الهرمون ما موجوده بالمحاضره. ضي لها سكرين شوت. ممكن ترجع انه تقدر ترجع بس اخذ سكرين. انتم عندكم الفيديو، راح اعطيكم الفيديو تريد تاخذين. يلا ضي لها سكرين شوت. شكرا دكتور. هذا ايضا هو بالفيديو موجود عندكم، تقدرون تاخذون السكرين شوت اذا تاخذون. فانكشن اوف هرمون. الهرمون شنو الوظيفه مالته بصوره عامه ناخذه، وبعدين من ناخذ كل جلاند نعرف شنو اللي الوظيفه مالته الرئيسيه. اول بدايه ريجوليشن اوف بايوكيميكال ريأكشن، تنظيم التفاعلات الكيميائيه الحيويه داخل الخليه يكون تحت سيطره الهرمون. مثلا هرمون ريجوليت ميتابوليك فانكشن، الوظائف الايضيه المختلفه. هسه شلون يصير عمليه ريجوليشن؟ قد يسوي لها كما اتفقنا، يسوي لها ستيميوليت اور يسوي لها انهبيشن. واذا صار ستيميوليت اور انهبيشن شي طبيعي راح الفانكشن اوف تارجت سيل اما تكون ستيميوليشن اور تكون في حاله انهبيشن. مثلا هاي ضارب مثال، مثلا في بعض الميتابوليك باث واي هنالك انزيمات مسيطره على هذا الكيميكال رياكشن داخل السيل. هاي الانزيمات تكون تحت سيطرة الهرمونات. واحد من العوامل المسيطرة على الانزيمات هي الهرمون. قد تكون هذه الهرمونات تنطي تأثير stimulation for enzyme، لذلك الكيميكال reaction يكون stimulation، أو تنطي inhibition. هذه العملية الريجوليشن مثال في عملية البايوكيميكال ريأكشن. في المرحلة الثالثة هنالك عمليات أيضية تحدث للكربوهيدرات، للفات، إلى البروتين داخل السيل، وتكون تحت تأثير الإنزيمز، وهذه الإنزيم تكون تحت سيطرة الهرمون. لذلك يعتبر الهرمون هو the first chemical messenger to stimulate the chemical reaction. نضرب مثال، الإنسولين هو هرمون. الانسولين هرمون عندما ينطلق واحد من المكان العمل مالته لنفرض هو بالسيلز يتحد او ستيميوليت للجلوت 4 من ريسبتر. اذا صار هذا عمليه ستيميوليشن للجلوت 4 ريسبتر راح يعمل على تحفيز ستيميوليشن او سيل حتى تدخل كميات كبيره مثلا من الجلوكوز الى داخل السيل. اذا من اللي انطى إيعاز بفتح الباب لدخول فتح الريسبتر لدخول الجلوكوز؟ من هو الفيرست كيميكال ميسنجر اللي هو من هو الهرمون. لذلك الهرمون is very important to give coordination. أعيد عليها الكلمة هاي coordination of the body. النقطة الثانية regulation of body processes. هنالك عمليات
تحدث داخل الجسم كحالة الجروث النمو الماتوريشن الديفرنشيشن يعني الاختلافات ما بين السيل ريجينيريشن هنالك نقول هدم وبناء ريبرودكشن بيهيفر كثير من السلوكيات تحدث داخل هيومن بودي تكون تحت سيطرة الهرمونز كمثال مثلا السيروتونين قال صراحة شوفها خلال الاندوكرينولوجي كل العمليات هذه تولد حالة من توازن ما يسمى بالهيموستاسيس داخل الجسم عملية الريجوليشن البودي بروسيسس والريجوليشن فور ميتابوليك بروسيسس تنطي كوردينيشن للمن الهيومن بودي لكن ليس وحدها اللي هي الاندوكرينولوجي وإنما هنالك نيورو أو ما يسمى نيرفس سيستم السؤال اللي ينطرحه هل تبقى هذه الاندوكراين في حالة مستمرة دائما في حالة مستمرة تفرز الهرمون من اللي عنده بد مقترح على هذه الأسئلة غير عباس من عنده يلا محمد كاظم السلام عليكم دكتور السلام ورحمة الله لا دكتور طبعا انها مستمرة يعني إذا صارت مستمرة نفرض أنها صارت مستمرة ماذا يعني ذلك يا محمد؟ دكتور حسب العضو إذا استمر عليه مثل الإعازة بقى مستمر أي جلاند بقت مستمرة وتفرز بالهرمون مال ماذا يعني دكتور ذلك؟ دكتور هذا باختصار يدي لديك بس هذا يعني معناها ديزيز عاش فيك يعني معناها ديزيز واو إذا لا يوجد هرمون مفرز من الجلاند يعني معناها شنو؟ أيضا ديزيز مو صحيح؟ أيضا ديزيز إذن من هذا بصورة disorder يعني بصورة غير طبيعية إذا في physiological function هنالك زيادة حسب احتياج الجسم وقلة حسب احتياج الجسم هذه الزيادة والقلة حسب احتياج الجسم من اللي ينظمها؟ شو تقول محمد صابو؟ دكتور النيرفس سيستم واحد منها النيرفس سيستم محمد كاظم شكرا محمد كاظم يلا ايمن شو تقول ايمن؟ دكتور الهرمونات عافية ايمن بعد من عنده بعد؟ يلا غدير دكتور يعني لازم يصير تنظيم هاي الميكانيزم من خلال الثلاث خطوات لازم خلينا نقول كلمة لازم نخليها ثلاث نقاط جواها لازم مو صحيح؟ يجب تمام من المسؤول عن هذه كيفية عملية التنظيم؟ شلون يتنظم؟ أكيد عن طريق الجلاند فراح يكون بثلاث خطوات اللي هي الفيدباك كنترول والنيورال كنترول والكرونوتروبيك كنترول يعني بين قوسين تأثير اكو ميكانيزم مختلفة لعملية التنظيم مو صحيح؟ هنالك ميكانيزم مختلف حسب الحالة او مرات اكثر من تنسيق حتى يصير زين يا غدير اذا كان هنالك خلل بهذه الميكانيزم اللي تنظم عمل الهرمون ماذا يعني ذلك؟ اكو ديزيز كافي بس كلمة ديزيز عشتي غدير كلمة ديزيز خلنا ناخذ احنا اتفقنا انه تعريف definition of physiology اللي هو دراسة study of function of organ وإذا عرفنا function normal function of organ فأي خلل disorder for the normal function of organ يعتبر هو disease خلنا نأخذ function بصورة طبيعية لذلك راح نضطر إلى function normal function فأي تغيير داخل هذه الهرمونات بزيادة أو بنقصان بصورة غير طبيعية معناها ديزيز. إذن الهرمون ما راح يكون بصورة مستمرة بالإفراز بالصناعة مالته ولا يمكن ولا يكون هنالك تثبيط بصورة مستمرة لهذه الميكانيزم. المسؤول عن عملية تنظيم الزيادة والنقصان هنالك عدة ثلاث ميكانيزم. ميكانيزم الأولى اللي هي فيدباك كنترول ونيورال كنترول
and chronotropic control. Chronotropic control. لا. الميكانيزم الأولى اللي هي الفيدباك ميكانيزم قد تكون نيجاتيف فيدباك وقد تكون بوزيتيف فيدباك كنترول. خلينا نشوف شنو النيجاتيف وشنو البوزيتيف. نيجاتيف فيدباك ميكانيزم أريد أبحث لي عن مثال صوري يكون قريب عليكم بهذه الجانب، وإذا كان أكو في الصورة لا لاحظوا لي هاي الصورة رقم أي عباس واضحة يمك الصورة لو غير واضحة؟ اي واضحة دكتور. ما راح اختار هذا القلم واختار اللون الاحمر باعتبار اللون الاحمر اكو في السكريشن، مو صحيح؟ هذا الجلاند طبعا انطى التاثير اللي هو الكيميكال ماسنجر اللي هو الهرمون، هذا الهرمون وانطت وصل الى التارجت سيل. التارجت سيل اللي هي مثلا احنا ما نبي نضرب مثال بسرعه، التارجت سيل انطت برودكت، يعني لنفرض مثلا هذا الجلاند اللي هو الثايرويد جلاند انطت هرمون مثلا اللي هي تي 4 والتي 3 وصل الى التارجت سيل بمختلف انحاء الجسم راح يعمل على لنفرض زياده النمو، يعني اخذ الامينو اسيد. هاي التارجت سيل تعطى برودكت، هذا البرودكت يوصل الى تركيز معين، يوصل الى قياس معين. نضرب مثال، اضرب مثال مثلا يوصل الى 100 ملغرام بير دي سليفر لنفرض، مو تقولون 100 بصوره مثال 100. عندما يصل الى 101 102 نفس هذا البرودكت يرجع للجلاند يسوي له انهبيشن. خلينا نوخر هذا القلم ما جاي هنا. شوف لاحظ النيجاتيف، هاي يسمونها نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. نيجاتيف فيدباك ميكانيزم هاي شنو هي؟ هاي نفس البرودكت، لكن احيانا هذا البرودكت ينطي كل ما يرتفع تركيزه كل ما يعطي تاثير بوزيتيف على الجلاند حتى تفرز لي هرمون بعد اكثر، حتى تفرز لي هرمون اكثر. هاي نسميها بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. غالبا موستلي اوف ذا هرمون ريجوليشن از نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. اكو فت حالات يعني بسيطه للبوزيتيف، اكثريه الميكانيزم اللي يسوي ريجوليشن الاندوكرينولوجي هي النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. حتى تكون واضحه عندكم هاي، خلينا نمسح هاي حتى ما تكون عندكم زين. بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم عندي بعد ايضا ملاحظتين فقط حتى نخلص من هذا الموضوع. هنا اكو فد هايبوثالاموس، اعتقد اكو رسم اخر. اي هاي هاي لا محمد كاظم، شوف لي هذا الرسم محمد كاظم. نعم دكتور. شوف لي الرسم. احنا اتفقنا دكتور. اتفقنا خلنا ناخذ هذا القلم ايضا. مخطط دكتور ولا رسم؟ هذا الفيجر، الفيجر يعني المخطط. فيجر. دكتور. هذا الهايبوثالاموس، هايبوثالاموس تبدي مو بالهايبوثالاموس امامك، هايبوثالاموس تنطي نعم. الى تنطي اللي هو الهايبوفيسيوتروبيك هرمون، راح تسالك شوف شنو هذا، الى الانتيريور بيتيوتري جلاند، الى البيتيوتري جلاند يعطيني بيتيوتري هرمون، هاي بصوره عامه، الى التارجت سيل يعطي برودكت تارجت سيل، قلنا يوصل الى تركيز معين يصير نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. زين هذا النيجاتيف فيدباك ميكانيزم اما اكو شورت قصير او اكو لونج، مرات يسموه لونج لوب فيد، يعني بعض المصادر ماكو اشكال تريد تسميه لونج فيد نيجاتيف فيدباك، تريد تسميه لونج لوب نيجاتيف فيدباك، ماكو يعني اهم شيء هو المعنى واصل. او هنالك شورت فيدباك ميكانيزم. الحاله الاولى
اللي هي النيجاتيف فيدباك ميكانيزم اللي هي شورت تحدث ما بين التارجت سيل او التارجت هرمون او البرودكت ويا الجلاند. لاحظ هذا المسار عباد، شوف لي هذا المسار لهنا حد هذا لهنا، بينما اللونج فيدباك ميكانيزم لا يرجع للهايبوثالاموس. شوف هذا مساره طويل زين. عندي الترا شورت لوب اللي يخضع ما بين مرات يعني ما بين الهرمون اللي ينفرز من الهايبوثالاموس حتى يحفز الجلاند، هذا الهرمون يوصل الى تركيز معين يرجع يسوي الالترا شورت لوب فيدباك ميكانيزم بين قوسين نيجاتيف. يعني هنالك 3 تايب اوف نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، قد يكون شورت، قد يكون لونج، قد يكون الترا شورت. هاي عملية تسوي لي ريجوليشن، وهي الغالبا وهي الموجودة بصورة واسعة في عملية تنظيم النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. أكثر عملية للتنظيم هي هاي حتى تكون عندكم واضحة. زين، هذا منهم قلنا هذا التأثير أو الميكانيزم اللي هو النيجاتيف فيدباك ميكانيزم اللي هي أكثر وحدة مهمة. طبعا التنظيم الآخر للميكانيزم اللي هو البوزيتيف فيدباك ميكانيزم. يلا فرح ظافر قولي تفضل. دكتور بس بالهذا ذاك الفيجر آخر واحد اي بس يلا يلا تفضل. ايه هاي البوزيتيف من يمك قلم، من يمك قلم استعمله واشر. ايه هاي البوزيتيف الموجوده حاليا بس هاي اشر قلم اشر دكتور. ايه هذا من الهايبوثالاموس تفرز هرمون، هذا الهرمون يعطي تاثير بوزيتيف يعني جاي ينشط ستيميليشن، هذا ما له علاقه بال بالبوزيتيف فيدباك ميكانيزم. لا لا مو بوزيتيف، بعد ما حكيت على البوزيتيف، هاي مو بوزيتيف فيدباك. تمام هاي مو بوزيتيف، هاي فقط التاثير ستيميليشن، هذا خلينا هذا للستيميليشن الانتيريور بيتيوتري جلاند. تمام نعم. التاثير الاخر اللي هو البوزيتيف فيدباك ميكانيزم. البوزيتيف فيدباك ميكانيزم انتم قريتوا يمكن بالبلاد ودرستوا عليه مو صحيح؟ امتحنا بالكويز وخلصنا منه بالبلاد، او قلنا عمليه الكلوتينج هي عباره عن كاسكيت. كاسكيت مو صحيح؟ كاسكيت كومبلكس كاسكيت. عندما يحدث البليدنج كل ما يكون اكثر كل ما ينفرز اكثر. يعني التارجت سيل عندما تكون البليدنج موجوده كل ما يعني تروما اكثر كل ما هنالك الكلوتينج فاكتور والكاسكت يكون اكثر. هي مو قلنا احنا كل ما يزيد او يرتفع البرودكت لازم يسوي نيجاتيف فيدباك ميكانيزم؟ بالبوزيتيف لا، بالبوزيتيف فيدباك ميكانيزم كل ما يكثر البرودكت كل ما ترتفع الهرمونات بالزيادة مال. تمام واضحة؟ كل ما ترتفع البرودكت كل ما تكون الكوأجوليشن فاكتور هرمون يكون أكثر. برودكت احنا عرفنا بالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم هو يرتفع البرودكت يسوي نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، لكن في حالة الكلوتينج مثلا اكزامبل كلوتينج راح تكون البوزيتيف فيدباك ميكانيزم. مثال اخر ايضا ارتفاع السكر بالدم رايز ان بلاد جلوكوز ليفل، كل ما يرتفع السكر في الدم يسمع برومون سكريشن اوف انسولين. اذا الارتفاع مع ارتفاع بلاد جلوكوز ويا ارتفاع في من بالانسولين، بينما انخفاض الجلوكوز بالدم يؤدي الى ان سكريشن بروموت سكريشن اوف جلوكاجون. يعني البرودكت احيانا يرتفع ويا الهرمون الى حد ما ينزل، او يكون هو منخفض بس يحفز لي الجلوكاجون سكريشن، لان الانسولين يخفض السكر والجلوكاجون يرفع السكر،
لذلك التأثير يكون positive feedback mechanism. أمثلة حقيقة قليلة جدا على positive feedback mechanism وأكثريتها هي على negative feedback mechanism. أنا الكلوتينج أعتقد ما موجود بالمحاضرة، ذكرت لكم يعني خاف تقروا في أحد المصادر تشوفون إنه شنو التأثير الكلوتينج طبعا تحت تأثير positive feedback mechanism. الميكانيزم الأخرى يلا شهد عبود تفضل. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. دكتور بالنسبة للبوزيتيف فيدباك يعني دكتورة بد ما يصير بها انهبيشن؟ إلى يعني حد يعني السكر مثلا طبيعي بالدم يعني عافية راح أكو ميكانيزم أخرى تسيطر عليها غير 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 النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. تمام. أكو ميكانيزم أخرى. ميكانيزم أخرى مثلا إذا coagulation أكو داخل الجسم anticoagulation كما في أخذنا الهباري يعني يجي واحد تأثير آخر يعاكسه antagonist. تمام. من عنده بعد سؤال آخر شهد. عندنا تأثير والسيطرة العملية السيطرة الأخرى اللي هي neural control. سأخذنا الـ feedback mechanism سواء كان negative or positive. عندنا تأثير النيورون. هذا تأثير النيورون احنا أخذناه بالكورس الأول وما هي التأثيرات على خلينا نقول داخل الجسم. هذه التأثيرات قد تكون sympathetic وقد تكون parasympathetic. وما نرجع ندرس sympathetic والparasympathetic والكاتيكولامين عرفنا شنو تأثير الباراسيمباثيتك كل أنحاء الجسم، تأثير السيمباثيتك بكل أنحاء الجسم. مثلا هنالك تأثير خارجي external stimuli اللي هو neural mechanism مثل حالات الفيجوال، حالات مثلا خلينا نقول مثلا الضوء عندما يدخل إلى العين راح يحدث stimulation element لل الهرمون أو الكيميكال ماسنجر الداخل الرتينة حتى تستلم إشارات وتكون الرؤية مالتها ضمن النهار أو ضمن الليل. هذه التغييرات عامل خارجي محفز إليه ويعتبر استيميليت إلمن لنيورال. فإذا كان مثلا بحالة السيمباثيتك عرفنا يصير مايوسيس أو ميدرياسيس كما سوينا لكم الوقفة العلمية. يلا صادق. نعم نعم دكتور. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. نسوي مدرياسس دكتور. درياس. إذن ذن العوامل أخذناهن إحنا تأثير النيورال تحت تأثير السيمباثيتك والباراسيمباثيتك حتى ما نصرف بها. إحنا قلنا تم دراسة هذا الموضوع دراسته بصورة مفصلة جدا حتى يعني خلينا نقول تم تغطيته مباشرة. لكن تأثير النيورال قد يكون أدرينيرجيك. يعني كلمة أدرينيرجيك ماذا تعني؟ يعني معناها يلا عباس ماذا تعني ادرينيرجيك؟ يا يا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الادرينيرجيك الريسبتورات الموجوده بها الالفا والالفا 2 والبيتا والبيتا يعني يا جهاز عباس عباس بردان انت مو عباس كان بردان بس. عباس بردان يعني اي جهاز بالنيرف سيستم ادرينيرجيك بالسمباثيك. ممتاز عباس ممتاز زين. من يشارك عباس بالكولينيرجيك؟ من يشارك عباس بالكولينيرجيك؟ خلنا نشوف من اللي ما شاركوا. يلا مريم حيدر. نعم دكتور. بس بالباراسمباتيك. عافية مريم حيدر. مريم حيدر قول بالباراسم. أما الدوبامينيرجيك هاي إلها بالدوبامين. يلا حسنين ولو جوابتك أنا حسنين. يلا ميخا تفضل حسنين وبراح حسنين. تبارك سلمان. نعم دكتور. صباح الخير. صباح النور دكتور. الدوبامين معناها موجود انه سمباثيتك بالبارا سمباثيتك. ممتاز. يعني احنا كلمة دوبامينيرجيك يعني خاصة بالدوبامين ريسبتر موجود بالبراين وراح نشوف اكو فد هرمون شوية تأثر بالدوبامين شوية اكد عليه اكو هرمون اكو دراكس ايضا تأثر عليه شوية يعني أعطوني مجال صراحة يعني أوصلكم هذا أخذنا الرسم.
الميكانيزم الاخرى تسمى الكرونوتروبيك كنترول. ها من الرافع ايده حتى يكون غطى الموضوع. نور الهدى حسين تفضل. ها نور الهدى. نور الهدى ايضا رافع ايده. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله تفضل. دكتور شغلة يعني تركناها حاليا هو النفس قالت إنه كل ما يرتفع السكر بالدم الإنسولين يرتفع. أي دكتور يعني هو يرتفع السكر بالدم مو نتيجة نقصان الإنسولين يعني راح ينقص الإنسولين. أبقوا وياي حتى تكون عندكم ماذا يقصد. إحنا نقصد بحالة النور. باو عيلي شو وياي من هي نور الهدى حسين. نور الهدى القوية حتى توصل الفكرة إلكم وبعدين البقية. أنا هسه حاليا منخفض عند السكر بعد ما مفرق بس منتظر فدري وراح تكون زين. راح أكل هاي وجبة الأكل. الجلوكوز شبيه بالدم يصعد وجاي ينزل. راحت نور الهدى فالفكرة انقطع إذا راحت. يصعد دكتور يرتفع الجلوكوز. يرتفع الجلوكوز. من يرتفع الجلوكوز أثناء ما أنا آكل ورا ساعة ساعتين ويصعد من اللي يقوم بعملية إدخاله داخل الخلايا ويخلصنا من عدة ينزله يا اللي يقوم بعملية الإنسولين. زين من ارتفع الجلوكوز ارتفع ويا الإنسولين صح لو لا؟ نعم صحيح. هاي الحالة اللي أنت تقوليها هاي حالة مرات في حالات الديزيز. في حالات الديزيز نشوف الجلوكوز صاعد الانسولين ما هاي ديزيز صاعد. النورمال يرتفع الى حد ما يوصل للانخفاض انه بيجي جلوكاجون ايضا يبقى يريد يرفع لان الجسم يحتاج جلوكوز. وهاي عمليات الايضيه ناخذها بالمرحله الثالثه ان شاء الله. المرحله الثالثه شكرا دكتور. يعني هاي فيسيولوجيكال. احنا هاي فيسيولوجيكال فانكشن ما راح اذا اخذنا راح تصير باثوفيسيولوجي. اذا اخذنا ديزيز صارت باثوفيسيولوجي. الماده تغيرت ان شاء الله بالثالث تاخذوها باثوفيسيولوجي وناخذ الدي ان. انتبهوا يا حاله الكرونوتروبيك كنترول هنالك بعض الهرمونات السيطر عليها بعض التنسيقات مثلا المنسترال سايكل. المنسترال سايكل the physiological normal in female and there is normal days for each menstrual cycle about 28 to 35 and then in this menstrual cycle there is a three phase follicular phases ovulation phases and utilizing phases. راح ناخذها بالتفصيل. كل فيس كل فترة أول بداية المنسترال سايكل follicular phase formation of follicles. إذا كان fertilization up ماكو صار يعني صارت عملية ovulation أسبوع الوسط من بعدها تحول إلى utilizing phase اللي مسؤول عنه الالتش. هذه الزيادة بالهرمونات مع قلة الهرمونات نفس الهرمون يقل بداية السايكل يرتفع في وسطها ينزل يرتفع هرمون آخر وفي نهايته يصعد هرمون آخر وهذا ينزل. هذا البولستايل أو الريثم موجود داخل خلينا نقول فيسيولوجيكال أندر كنترول كرونوتروبيك كنترول. هسه راح يقول واحد والمنسترال سايكل يعني فقط الكرونوتروبيك كنترول تنظمه يعني اكو فتره نسق داخل بيولوجيكال كلوك الا لا مع بالتعاون مع النيجاتيف بالتعاون مع الفيدباك ميكانيزم وبالتعاون مع النيورال ميكانيزم. يعني اذا الميكانيزم الثلاثه نشوف واحد ويا الثاني اكو تنسيق واحد ويا الثاني. هنالك كل احنا سامعين هنالك ساعه بيولوجيه هنالك بعض الهرمونات تكون ترتفع اثناء السليب حاله النوم كما في حاله الجروث هرمون. بعض الهرمونات تنخفض او ترتفع في الليل
وبعضها يرتفع في الصباح كما في حالة الكورتيزول، وبعض ينخفض عند الظهر. هذا التغيير هذا راح نسميه كرونوتروبيك كنترول. كرونوتروبيك كنترول. إذا الهرمونات عندنا عدة ميكانيزم للسيطرة عليها كخلاصة، إما فيدباك ميكانيزم سواء كان نيجاتيف أور بوزيتيف، ونجي للنيجاتيف قد تكون شورت نيجاتيف، قد تكون لونج نيجاتيف، وقد تكون ألترا شورت نيجاتيف. هاي خلصنا منها. وهنالك تأثير نيورو ميكانيزم تحت تأثير سيمباثيتك وباراسيمباثيتك أو دوبامينيرجيك، وهنالك تأثير كرونوتروبيك. ذني الأمثلة ذاكرهن لكم، ذني أمثلة ذاكرهن لكم يعني فقط توضيحية، إنه المنسترال سايكل والسيزنال ريثم، هذه الله سبحانه وتعالى مخليها اعتمادا على الانترنسيك سيركاديان كلوك الموجودة داخل الجسم بصورة طبيعية. وخلنا نقول من الرفع ايده يريد يداخل بهذا الشيء. يلا يا عباس، عندنا عباس كاظم اليوم، اليوم العباسين نشيطين. يلا يا عباس بيكم اول واحد رفع ايده، يمكن عباس بردان حتى ما نظلم حقه. يلا يا عباس بردان. عفوا دكتور بالغلط ده مشيها، ليش مشيتها بالغلط؟ خل تمشي حكايتي العباسين رفعوا ايدهم. يلا يا عباس عبد الكاظم. عبد الكريم دكتور. دكتور شنو الفرق الكرونوتروبيك عن الـ يعني الـ الحالات البقيه اللي هي النيورال والثانيه اللي وياها؟ يعني هي بكل الحالات كهرمونات تصعد وتنزل يعني، ليش ما اعتمدنا على زين؟ انا راح انطيك مثال. احنا ليش ما اعتبرنا نفسنا؟ ليش بعض الهرمونات في الصباح تكون عاليه لكن الظهر تكون قليله؟ اذا كانت تحت تاثير النيجاتيف فيدباك ميكانيزم تحت تاثير النيورال. ليش؟ تحت تأثير السيركاديان كلوك. كلوك أكو ساعة بيولوجية داخل الجسم، ولذلك يعني أنا دائما أذكر هذا الموضوع، وكل إحنا عندنا خلل بهذا الموضوع. مثلا دائما يعني بما أنه إحنا دراسة وشيء، أفضل وقت للدراسة سيمكن أكو مجموعة يقول لا أنا غير وقت، علميا أفضل درس أو دراسة وقتها عندما يكون الكورتيزون، عندما تكون هرمونات صاعدة وتلاحظها، يكون في الصباح الباكر جدا. يعني دائما احنا حتى بالجداول اللي اشوفون، اذا يهتم واحد بالجانب الصحي والطبي دائما يشوف الجداول بمواد تحتاج الى تركيز كثير يا عباس تكون في بدايه وقت الصباح، لكن اللي تحتاج تركيز قليل نخليها في وقت الظهر. مثلا نقول احنا يعني اختلفت علينا، احنا مو اختلفت، نمشي بالسياق العام الصحي الطبي. يعني هل من المعقول يا عباس اذا المحاضره الساعه 1:30 الظهر ما ينعس عباس؟ مستحيل. لا ممكن. أكو يعني سيركاديان كلوك. تقول عباس؟ سعيد يعني هي الحالة الكرونوتروبيك تعتمد على السيركاديان كلوك. فرقة عندي. عافية. سيركاديان. لكن من ندخل داخل السيركاديان أيضا نلقى أكو تأثير هرمون عالي. أكيد أكيد لازم نلقى. حتى ما نفصل واحدة عن الثانية. هنالك عملية الكوردينيشن حقيقة. منطيكم مثلا أقول بينيال جلاند اللي تفرز الميلاتونين اللي مسؤول عن الداي نايت. لاحظ هذا السيركاديان كلوك أو السيركاديان ريثم. مرات هاي الكلمة هو تتكرر، مثلا هذا الهرمون انكريز اند ديكريز اكوردينج تو سيركاديان ريثم. الميكانيزم مالته هي هذا المخطط حقيقة. مثلا واحد ليش ينام بالليل؟ انا اسال عباس بما انه فتح الموضوع. عباس ليش تنام بالليل؟ ما ليش خلق الليل سباتا والنهار معاش؟ ليش؟ لان اكو سيركاديان ريثم حتى ميلاتونين اللي هو يحفز النوم. السيركاديان ريثم تحت تاثير البينيال جلان اللي هي تفرز الميلاتونين. بالمناسبه الميلاتونين موجود از دراج اتسيل، مو واحد يروح ياخذ ميلاتونين. فهنالك سيركاديان كلوك موجوده داخل الهيومن بودي، هي اللي خلينا نقول السيطر على البيهيفر. خلينا نقول الكوردينيشن افضل كلمه كوردينيشن، يعني خلينا نقول هي كلمه اكثر مصطلح واكثر توسعا من مصطلحات اخرى تتضمن
الكوردينيشن اندوكرينولوجي ميتابوليك بيهيفر. لاحظ انه واحد مثلا اذا يمشي مع الساعه البيولوجيه الموجوده اللي الله خلقها داخل الجسم راح يشعر سلوكه ممتاز. الساعه سلوكه يعني ارتياح، مرتاح دائما، تلقى العمليات الايضيه داخل الجسم يكون صحيحه، وايضا عمل الاندوكرينولوجي راح يكون سليم. يا عباس وانت بما انه انت وياي عاكس الساعه البيولوجيه وشوف ايش راح يصير فيك. تمام دكتور. عاكسها سهر الليل ونام النهار، عاكس الميلاتونين الموجود اللي الله خلقه، عاكس السيركادين كلوك، وراح شوف. جرب انت قرأ بالليل، بالليل كله اقرا، واخذ فتره اقرا فتره الصبح او فتره ما تكون قوه عندك الصبح او العصر، راح اشوف تركيز الماده وتوسع يكون افضل مما في الليل. زين، نجي الان الى الهرمون ريسبتر. هرمون ريسبتر، كل هرمون الى ريسبتر. احنا اخذنا الهرمون بصوره عامه يعني تقسيمها ميكانيزم حتى يكون مجمل القضيه هاي. هنالك هرمون ريسبتر، ريسبتر هذه احيانا تكون انترنال اتفاقا يعني داخل السيل، واحيانا تكون على سطح السيل. يجي الهرمون تحت بيها راح يسوي تغييرات داخل السيل، او يعطي سكند مسنجر اذا كانت على سطح السيل. اذا كانت داخل هاي بعد خير، هاي مباشر تاثيره يكون اقوى، لكن على السطح نلاحظ يكون يتحد بالريسبتر ويعطي سكند مسنجر حتى ينتقل الاعاز الى داخل الخليه. فراح يكون اللي يدخل للداخل يعطي تاثير حقيقه طويل وتاثير مباشر واسرع مما اللي يكون اتحاده بسكند مسنجر. اكو يسموه ريسبتر سبيسيفيسيتي. شنو المقصود بالريسبتر سبيسيفيسيتي؟ لنفرض اكو ريسبتر خاصه فور ايتش هرمون، مثلا الهرمون الثايرويد اكو ريسبتر خاصه به، هرمون الجروث هرمون اكو ريسبتر خاصه به. هسه واحد يقول يصير الجروث هرمون يجي يتحد بريسبتر مال الثايرويد، ما يصير، كل واحد له سبيسيفيك. هاي معنى السبيسيفيك ريسبتر، سبيسيفيك ريسبتر هذا المقصود به. زين، قبل ما ابلش باول جلاند، من عنده سؤال هسه حاليا على المقدمه مالت الهرمون؟ من عنده سؤال على مقدمه الهرمون بانواعها بتفصيلها، شلون عمليه الميكانيزم، شلون نسيطر عليها، كل ما يخصها حتى ابلش بالهرمونات. كل جلاند اخذ هرمونها وهذا الفانكشن مالها وشلون عمليه الريجوليشن حتى تكون عندكم الاندوكرينولوجي واضحه. من عنده سؤال على المقدمة مالت الهرمون؟ لحد الآن هاي فقط introduction for هرمون. تفضل عباس. دكتور بالنسبة للهايبوثالامس ممكن إعادة يعني سريعة وتوضح لنا الوظيفة الأساسية مالتها؟ وهسه راح أبلش فيها يمي، هاي وياها قدام. وزين، شنو الفرق بين الإكسكراين والإندوكراين؟ يعني هاي مال البعد ما افتهمتها يعني بالضبط دكتور. أنا كلمة إكسكراين أصلاً ما جبتها عباس بالمحاضرة دي. صح؟ العفو، يعني هي بالبدايه كان اكو عندنا اندوكراين اندو اكسو. لا ماكو اكس، اندوكراين باراكراين اوتوكراين ونيوروكراين. تقصد ذني؟ اي ذني دكتور، ذني بالضبط. الاندوكراين حتى سؤالك يكون واضح عن الاكسوكراين فرقها، الاندوكراين تكون داكتلس، هذا يعني هاي ماخذيه قبل، والاكسوكراين لا يكون داكت كما في حاله مثلا البنكرياس تعتبر اكسوكراين واندوكراين نفس الوقت. اذا اعتبرناها اكسوكراين مثلا البنكرياتيك جويس بواسطه دكت، بنكرياتيك دكت حتى يوصل الى الجي اي تي ويكون الاكشن مالته داخل الجي اي تي بالهضم الدايجستيف. لكن البنكرياس تعتبر اندوكراين لانه تفرز مثلا البيتا سيل انسولين او الجلوكاجون من اذر سيل، وتكون داكتلس. كلمة داكتلس يعني من الجلاند قبل البلاط ماكو داكت، وتروح إلى تارجت سيل تنطي تأثير آخر. هذا فرقها ما بين الاندو والإكس. لكن الاندوكرينولوجي قسم الهرمون اعتمادا على السايد أوف أكشن، قسمه إلى ويا عباس إلى اندوكرينولوجي اندوكراين ينفرز من الجلاند للبلاط للتارجت سيل، والتارجت سيل تكون بعيدة عن الاندوكراين. واضحه هاي الاندوكراين عباس؟ اي دكتور، هي هاي اللي تعرفها. الباراكراين لا، ينفرز من الجلاند
ويشتغل على الصيام القريبة عليها المجاورة نايبورنج. تمام؟ تمام دكتور. والأوتو نفس الخلية. على نفس الخلية. تمام؟ زين. من عنده سؤال بعد على المقدمة؟ إذا عرفت المقدمة راح يعني تكون دراسة الجلاند كلها تكون سهلة عليكم، كلها تكون سهلة. هسه راح أقول لكم شلون، وأعطيكم طريقة إلى قراءة الإندوكرينولوجي بصورة مبسطة بدون تعقيد، لأنه بالمناسبة الإندوكرين ترى موضوع يعني هنالك ارتباط إندوكرين مع إندوكرين آخر. أنا رفعته من عندكم هذا بالبوست، بالبوست يعني جراجويت يندرس أندر جراجويت فقط الجلاند والهرمون والأكشن مات. أما ارتباط الجلاند مع بعضها البعض واختصاصات بالإندوكرينولوجي كلش قوية وطويلة، هاي مهمكم، هاي بعدنا إن شاء الله في دراسات العليا إن شاء الله شوفوها. زين يلا صادق، إيش عندك سؤال صادق؟ دكتور من ساعات قلت إن الإندوكرين مرات تتوقف، يعني إحنا مو نعرف إن الجسم مستمر بالنمو والهرمونات مستمرة بالفراز. إيش قلت تاني؟ ماذا تقول؟ الإندوكرين قلت مرات يعني مرات تتوقف عن عمل. أنا قلت بياناتنا الله ما قلت. قلت الإندوكرين، قلت الإندوكرينولوجي هل تستمر في عملها دائما بصورة مستمرة بالإفراز بخط واحد؟ إذا بقت مستمرة بخط واحد ديزيز، وإذا توقفت بخط مباشر وماكو إفراز من عندها يعني هنالك ديفكت، يعني هنالك ديزيز. إذا عملية هنالك يعني ما توقف نهائيها، يعني مجرد تصعد عاش إيدك يصعد تركيزها. ولذلك من تروح تحلل مثلا هسه هرمون أي جلاند مو تلقى إلى ليفل من إلى، مو صحيح؟ نعم دكتور. من أنا تروح ثايرويد جلاند تلقى من إلى، من إلى أكو في مستوى يعني أقل مينيمم ليفل وماكسيمم ليفل، هم تلقى صفر؟ ما تلقى صفر. لا دكتور مستحيل، مستحيل صفر تلقى. يعني حتى مثلا أكو مرات أوقات نفرض قريبة من الصفر والتحاليل مو كلش سنسيتيف يكتبون زيرو من بوينت وين بوينت تو. من عنده بعد سؤال؟ يلا مجتبى. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. دكتور بالنسبة للريسبترات، أي بس صح أحلى هاي العبارة، أي الانترنال ريسبتر تكون داخل الخلية تستقبل الهرمون والاكسترنال تكون على سطح الخلية تستقبل الهرمون. أحسنت. هاي ليش صحيح. ليش صارت، ليش صارت؟ اعتمادا على الكيميكال نيتشر أوف هرمون. أكو هرمونات ما لها قابلية أنه تخترق السيل ميمبرين توصل للداخل، فالله سبحانه وتعالى خلى لها الريسبترون تكون بالخارج تتحد وياه. واكو هرمون لا إلى القابلية أن يخترق ويكون الريسبتر داخل الخلية ويقدر يشتغل عليه. تمام؟ واضح؟ واضح دكتور. يلا بعد من عنده سؤال على المقدمة، أهم شيء المقدمة مات الهرمون. يلا محمد علي. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم الله. دكتور بس على سؤال صادق، يعني مثلا إنسا إحنا ما قعدنا هرمونات تشتغل بوقت توقف بوقت مثل الميلاتونين، يعني يشتغل بس بالليل. تمام. يعني باور انا قلت مو معناها صفر. وياي محمد علي، ويا دكتور مو معناها صفر، يعني معناه هنالك خلينا نقول ماكسيمم ليفل نلقاها بالليل، عاد مينيمم ليفل نلقاها بالنهار. يعني هي موجوده بس قليلة، قليلة جدا، قليلة جدا، قليلة جدا. لا صفر كلمة تصفير شوي يعني بها علامات استفهام كثيرة. بعد من عنده سؤال؟ إذا أول جلاند راح ناخذه هسه حاليا في الإندوكرينولوجي فانكشن اللي هو الهايبوثالاموس عن البيتيوتري جلاند. ناخذ البيتيوتري جلاند ولو مقدمة للبيتيوتري على الهايبوثالاموس ما في مشكلة. خلنا أعطيكم فكرة على الهرمون، كل هرمون يمك، كل جلاند، شنو الهرمونات اللي تطلع من عندنا؟ واحد، شنو التارجت سيل مالتهم؟ يعني وين تروح وإيش راح يصير؟ وثلاثة، الريجوليشن مالتها، صار ريجوليشن؟ أنا قلت لكم بالمقدمة شنو الريجوليشن؟ يعني أهم نقاط بكل جلاند، as undergraduate study. فقط ذني أركز عليه. مثلاً راح نأخذ البيتيوتري جلاند بها قسمين، بها anterior
بيتيوتري جلاند وبها بوستيريور بيتيوتري جلاند واكو انترميديت. ساعد المصادر الحديثه نزلت الانترميديت. انتيريور بيتيوتري جلاند او ما تسمى بالانتيريور لوب اور الادينو هايبوفيسيس. مرات هاي في التقسيم كيف تريد تحفظ اي واحد براحتك. البوستيريور بيتيوتري جلاند نفس الشيء بوستيريور لوب اور نيورو هايبوفيسيس، هذا ادينو هذا نيورو. وهنالك الانترميديت لوب او بيتيوتري جلاند المسؤوله عن افراز الميلانو cytostimulating hormone MSH in response to exposure to light other environmental factor تتحفز بواسطة السترس حتى تعطي الميلانو stimulating hormone. هاي من الانتيريور بيتيتوري جلاند، هاي تقسيمها تقسيمها حتى بعدين ناخذ الهرمون. الهايبوثالاميك بيتيوتري ريليشن شيب. الهايبوثالامو هايبوفيسيال تراكت، اكو ارتباط ما بين الهايبوثالاماس وما بين البيتيوتري جلاند، ارتباط. هذا الارتباط طبعا نيورو سكريتري سيلز، هنالك افراز ب خلينا نقول افراز نيوروبيبتايد فور ستيميليشن هرمون. فاذا صار ستيميليشن للهايبوثالامو هايبوفيسيال تراكت راح ينطي هرمون اللي هو الفازوبرسين والاوكسيتوسين. فازوبرسين اند اوكسيتوسين. التقسيم الاخر اسمه تيوبيرو infundibular tract and hypothalamo hypophysial portal system. هذه الموجودة بالبيتيوتري جلاند لاحظ على الأخير على الأخير تفرز دي إما releasing or inhibiting هرمون. وإحنا اتفقنا من الهايبوثالاموس الهرمونات مالها بنهاية نلقي كلمة releasing R or نلقي inhibitory I. مرات يكتبون اسم الهرمون وبالنهاية releasing hormone أو releasing factor، نلقي كلمة RF or RH يعني بعد كلمة الهرمون اللي مسؤول عن إفرازه. هسه راح نشوف حتى تتميزون هاي القضية. أو inhibiting or inhibitory factor inhibitory hormone. من نشوف كلمة releasing inhibitory يعني مكان ما تمين من الهايبوثالاماس. زين هايبوثالاماس عباره كلش حلوه شويه كبرتها لكم ومهمه جدا. الهايبوثالاماس تعتبر لينك، مو اكو لينك مال محاضره، اكو لينك مال انترنت تواصل. اللينك ما بين الاندوكراين والنيرفس سيستم هو الهايبوثالاماس. اذا الهايبوثالاماس مهمه جدا، act as link، لينك ارتباط ما بين الاندوكراين سيستم وما بين النيرفس سيستم. هنالك اشارات نيرفس للهايبوثالاموس تؤدي الى اعطاء اشارات هرمونيه الى الجلاند حتى تفرز الهرمون مالته. لينك، من هو الهايبوثالاموس؟ لينك، هاي الكلمه مهمه جدا، اللي يربط ما بين الاندوكراين سيستم والنيرفس سيستم هو الهايبوثالاموس. الاندوكراين اللي هو الفانكشن اللي هي للهايبوثالاماس، هنالك وظائف كثيره تحت تاثير الهايبوثالاماس، ومنها كنترول اوف انتيريور بيتيوتري فانكشن. يعني بالبيتيوتري جلاند اكو عندنا قسمين، اكو انتيريور بيتيوتري جلاند واكو بوستيريور بيتيوتري جلاند. اللي يقوم بعمليه السيطره على الانتيريور والبوستيريور هي من هي الهايبوثالاماس. وقلنا الهايبوثالاموس لينك بين اندوكراين اند النيورو سيستم، اللي مسؤول عن السيطره عن كل هرمونات الانتيريور اند البوستيريور بيتيوتري جلاند هو الهايبوثالاموس. ال
control of anterior pituitary gland. فنشوف ال anterior pituitary gland السيطرة من الهايبوثالاموس. نلاحظ اسمه شوف releasing هنا أكلت على هالكلمة. الهرمون اللي ينفرز من البيتيوتري جلاند نضيف له مقطع releasing or inhibiting hormone. إذا كان releasing يعني أعطى إشارة موجبة لل anterior pituitary gland حتى تفرز الهرمونات الخاصة به. وإذا كان inhibiting hormone يعني الهرمونات تنفرز من البيتيوتري من هايبوثالاموس تعطي إشارات مثبطة إلى البيتيوتري جلاند إلى قلة. بس أقول هاي يمتى تعطي إشارات موجبة ويمتى تعطي إشارات سالبة. في حالة النيجاتيف فيدباك ميكانيزم، نيجاتيف فيدباك ميكانيزم تنشط اللي هو اللونج أو الألترا شورت، فبالتالي راح تعطي إنهبيتنج. ما وصل إلى مستوى النيجاتيف فيدباك ميكانيزم تعطي إشارات البوزيتيف. حتى تقول هاي يمتى هاي تنفرز وهاي يمتى تنفرز. زين الهايبوثالاموك لاحظ هاي الكلمة. هسه الان راح اختار بعض الطلبه يقولوا لي شنو اللي حكيته. مو تطلعون 75 طالب قدامي يعني معناها اريد كلش بسيط قدامكم. شوف لاحظ فقط يعني الكلمه من تجي قدامكم لاحظ هذا الهرمون growth هرمون releasing هرمون. شوف الاختصار مالته جي اتش ار اتش. يلا خلينا نشوف شنو معنى الار اتش. شو تقولين بنين حيدر ياسر؟ يلا بنين. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. أنا أشوف انتباهكم وياي. Releasing hormone. يعني هرمون. يعني منين من أي مكان إذا قلنا releasing hormone؟ من الهايبوثالاموس. سنت. زين. هناخذ طالب آخر أيضا. زهراء لوي. يلا زهراء. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. تفضلي. أعيده. أخذ المثال الآخر اللي وراء. أخذ المثال الآخر. Growth hormone. أي. Growth hormone inhibiting hormone. GRIH. منين هذا؟ من أي مكان؟ هم من الهايبوثالاموك. هايبوثالاموس. ممتاز. ليش؟ لأنه الـ BIH حتى نخلص من هذا الموضوع. مو صحيح؟ وهكذا. نعم دكتور. وهكذا شكرا عين. وهكذا بالنسبة للكورتيكوتروبين ريليزينج هرمون CRH. تاروتروبين ريليزينج هرمون TRH. غونادوتروبين ريليزينج. كلمة ريليزينج انهبيتينج أنت بدون ما أي شيء تقول هذا من الهايبوثالاموس. يعني بنجيب لك الأكسس أوف هرمون للمثلا الثايرويد. تعرف هذا تقول منين؟ تقول من الهايبوثالاموس يطلع لي هايبو ثايروتروبين ريليزينج هرمون. بعدين التي اس اتش ثايرويد ستيمولاتينج هرمون. بعدين الثايرويد جلاند تعطي تي 4 وتي 3. عم نقول لك الاكسس لازم تقول لي اكو انهبيتري يعني تبدا من الهايبوثالاموس وتنتهي بالجلاند. وهكذا البرولاكتين ريليزينج هرمون برولاكتين انهبيتري هرمون. زين هذا مثال آخر. هذا مثال توضيحي على الهايبوثالاموس العوامل المؤثرة عليه. يلا حسنين عباس تفضل. لا دكتور أسئلة اللي اللي قبل دكتور الهرمونات شبيها القبل شبيها القبل أقول أنا هو رافع يدي يلا قول قول ابقى على رفعتي عبالي شارك دكتور إشارك. مو قالون دكتور إن على اختصارات. ما فرق عديان. ما أسمع. عديان عديان حسنين. عيد لك يان بس طلع اللي استاذ دكتور. لا. يا حتى ما يحتاج طلع استاذ. شنو المضاف للهرمون حتى نقول هذا من الغائب وخلاص. كل بس هاي ريده من عندك. بس دكتور يعني هايبوثالاموك بصورة عامة ريلايزنج وانهبيشن هذا انت هاي المشاركة ما تخلصت يعني نضيف اما ار اتش او نضيف اي اتش.
anterior pituitary gland. هسه نجي للهرمونات اللي بعد ما الهايبوثالاموس صار عمليه ستيميليشن لها ايش راح تنطي؟ تنطي هرمون جروث هرمون فاميلي اللي هي جروث هرمون جي اتش برولاكتين، تنطي مجموعه اخرى اسمها لايكوبروتين هرمون فاميلي اللي هي تي اس اتش ال اتش اف اس اتش فوليكولار ستيميليتنج هرمون، مجموعه اخرى نسميها برو اوبيو ميلانوتروبين بالتايب اللي هي ACTH, MSH, البيتا-ليبوبروتين, بيتا-اندورفين، يعني كل الهرمونات from anterior pituitary gland تحت تأثير الهايبوثالاموس اللي هي MRH أو IH. يلا صادق قول. تفضل صادق. لا دكتور بالغلط. عشاكم للغلط. يلا عباس. دكتور بالنسبه للهرمونات مال الهايبوثالاموس، اول شيء نعرف نوع الهرمون انه هذا ريليزنج لو انهبيشن، والاسم مال الهرمون مثلا اللي بالبدايه هم جروث هرمون، جروث هرمون ريليزنج هرمون، جروث هرمون انهبيتوري هرمون، امرات انهبيتوري فاكتور. والباقي الهرمون نفس تقول هذيك احفظها، ترى تحفظها بني، يعني مثلا هسه حاليا قدامك انتيرير بيتيتري جلاند فيها مثلا البرولاكتين، اذا قلت لك البرولاكتين منين ينفرز شو تقول منين؟ من الانتيرير بتيتر، يعني حفظ كلية دكتور بدون قصه من الثلاموس. اذا من قال من الثلاموس جروث هرمون جاهل هيك صادق؟ نعم دكتور. جروث هرمون منين ينفرز؟ جروث هرمون هو اللي يجي الهرمون هو اللي يحفز البيتيوتري من الثلاموس، والبيتيوتري الانتريور هي راح تفرز. زين اللي نفرز من الهايبوثالاموس شو اسمه؟ الريليسينج هرمون. لا جروث هرمون ريليسينج هرمون. اي راح يحفز الانتريور. واضح، انا اقصد الاسم كتسميه، اريد الاسم الهرمون وتضيف له ريليسينج هرمون، ضيف للانهبيتوري هرمون. يلا عباس. دكتور يعني ما نقدر نحفظ بس الاختصارات؟ ما ندري. بالمناسبة الاختصارات هن علميات ابريفيشن، لكنه اذا نخلي بس الاختصارات تي اس اتش باكر عقبه تلقي واحد مثلا يتكلم وياك كميديكال فيلد كذا وقال لك ثايرويد ستيمولينج هرمون، يعني لازم تعرفه، يعني فانا اقول لك احفظ تي اس اتش وبالاخير توقع في هذه المشكله، يعني مستحيل. اقول لك احفظ الجي اتش وواحد قدامك يحكي جروث هرمون وهيك يشتغل وكذا، واحد انا اقول له حافظ بس الجي اتش غير يعرف هو شنو المصدر مالته الابريفيشن. زين فاذا هذه الهرمونات هي موجوده بالانتيريور بيتيتجرام تحت تاثير الهايبوثالاموس. هسه الان نجي للريجوليشن، هسه مو قلنا اتفقنا الجلاند مثلا الانتيريور بيتيتري جلاند الهرمونات شنو اللي تطلع من عندها؟ عرفنا جروث هرمون مثلا او المجموعه الاخرى. حاليا عمليه الريجوليشن شلون اسوي عمليه الريجوليشن؟ رجعنا الى نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، نفس الكلام اللي اخذناه بالمقدمه. الهايبوثالاموس تفرز لي شوف جروث هرمون ريليزنج هرمون، هذا يعطي اشاره بوزيتيف للانتيريور بيتيتري جلاند حتى تفرز لي جروث هرمون، تروح للتارجت سيل يوصل السوماتو ميدينز، صراحه شوف شنو السوماتو ميدين اللي هو الاي جي اف 1، يوصل الى مستوى معين ينفرز هرمون اخر اللي طبعا السوماتو ستاتين راح نشوفه شنو سوماتو ميدين نفسيته يرجع نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على الانتيريور بيتيتري جلاند، هذا اللي هو راح نسميه شورت، اما اذا كان سوماتوميدين للهايبوثالاموس راح نسميه لونج، لونج نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. طبعا باللون باللون راح ينفرز اللي هو جروث هرمون انهبيتنج هرمون مثبط، المثبطات تقلل من الافراز. اتفقنا الجلاند الهرمون اللي بيطلع من عندها والريجوليشن، الريجوليشن قلت لكم غالبا تكون نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، غالبا
خلينا ناخذ الجروث هرمون اول واحد، راح شوي ناكد عليه. جروث هرمون ريليزنج هرمون، جروث هرمون ريليزنج هرمون اتفقنا انه يحفز الانتيريور بيتيتوري جلاند حتى تفرز الجروث هرمون. من اسمه الجروث هرمون شنو وظيفته؟ من يقول لي شنو وظيفته؟ من اسمه مبين. يلا يا السؤال هو بسيط جدا. مريم رسول، يلا مريم. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله. الجروث هرمون راح يساعد على النمو وبالتالي زياده النمو للهرمون. يعني بين قوسين ان انجلش لانجويج از جروث اوف سيل. جروث انكريزنج جروث. جروث اوف سيلز. صح؟ شكرا يا مريم. بعد من عنده اضافه يريد يضيف؟ جروث. واضح. من اسمه جروث هرمون. زين. هسه نجي الان للميكانيزم اللي يصير بها جروث هرمون. يعني امتى يحتاج الجسم؟ لاحظ الميكانيزم اوف اكشن للجروث هرمون ريليزنج هرمون، هذا يجي من الهايبوثالاموس. لاحظ ريليز سايكليك جي ام بي. ثاني سكند ماسنجر اعتقد اعطيتكم اياها او اعطيتكم الثالث. هنالك سكند ماسنجر داخل الجسم. اذا تحفزت تصير تغييرات داخل الجسم، وهذه التغييرات كما في هذه الحالة ينطي لستيميوليت جروث هرمون فروم انتيريور بيتيتوري جلاند بواسطة ادخال الكالسيوم الى داخل البيتيتوري سيل. دخول الكالسيوم الى داخل البيتيتوري سيل تحت تأثير الجي اتش ار اتش ينطي اكشن بوتنشال لهذه السيل حتى تنطي الهرمون اللي هو الجروث هرمون. هذا الميكانيزم اوف جروث هرمون من الهايبوثالاموس. البيتيوتري سيل يدخل الكالسيوم داخل البيتيوتري سيل ينفرز الجروث هرمون. زين. الجروث هرمون او العوامل المؤثره على زياده الجروث هرمون ريليزنج سكريشن وبالتالي يرتفع الجروث هرمون، شنو هي العوامل؟ اول بدايه حاله الهايبوغلايسيميا. يعني انخفاض السكر في الدم معناها ارتفاع الجروث هرمون، يحفز الى زياده الجروث هرمون. هذا العامل الاول. انخفاض الهايبوغلايسيميا تؤدي الى ارتفاع في مستوى الجروث هرمون. الهايبوغلايسيميا. ضوء قاعده. الانسولين تقريب معاكس لكل الهرمونات بهذا الشيء. الانسولين يخفض السكر داخل الدم، لكن بقيه الهرمونات ترفع السكر داخل الدم، ترفعه داخل الجسم. قاعده مهمه دائما يسموه انتي انسولين اكشن على الجلوكوز ميتابوليزم. غالب اكثريه الهرمونات ترفع السكر بالدم، مثل الكورتيزون، جروث هرمون، ستيرويد هرمون، جلوكاغون هرمون، بس الانسولين يخفض السكر. اذا صار هايبوغلايسيميا ومعقوله يتحفز الانسولين؟ غير المعقول. يتحفز الانسولين ايضا يخفض ويسوي هايبوغلايسيميا، اذا اكو هرمونات اخرى تحفز هذا الشيء. اثنين، نيورو ترانسميتر انفولف ان ابينفرين. ابينفرين، اذا في حاله الابينفرين يرتفع الجروث هرمون. زين. الابنفرين سمباثيتك لو بارا سمباثيتك؟ خلينا نشوف من المركز وياي. غير المجموعه الرافعه ايديهم، ابنفرين شو تقولون؟ خلينا ناخذ طيبه محمد، يلا يا طيبه محمد. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله. دكتور الاستلكولين هو يعتبر باراسمباثيتك وابنفرين نور ابنفرين هو سمباثيتك. طيب محمد سؤال محدد جدا، الابنفرين سمباثيتك لو باراسمباثيتك؟ سمباثيتك. زين، بحالة السمباثيتك ارتفع الجروث هرمون لو بحالة الباراسمباثيتك ارتفع الجروث هرمون؟ حالة هو بما انه سمباثيتك. اذا الابنفرين، ارتفاع الابنفرين يؤدي الى ارتفاع الجروث هرمون ريليزنج هرمون وبالتالي ارتفاع الجروث
هرمون. زين ناخذ بعد عامل اخر. يلا محمد كاظم سولف لنا على الاموشنالز اكسرسايز فيزيكال ستريس بين تروما كولد سيرجري اتسترا. يلا محمد كاظم. نعم دكتور. شو تقول؟ نعم دكتور. تفضل انت. على فين؟ نعم دكتور. هاي قدامك عوامل مختلفة الايموشنز الاكسرسايز ترفع الجروث هرمون ولا تنزله؟ دكتور ترفع الجروث هرمون؟ اي لو تنزله ويانا علينا. دكتور ترفع الجروث هرمون. يعني واحد اذا مارس الاكسرسايز يصير عنده نمو لو يصير عنده انجماد ماكو نمو. نمو دكتور لان ريليزنا ابينفرين بالتالي جروث هرمون يصعد ويصير عنده نمو. سن اذا واحد صار عنده مثلا انفلاميشن. انفلاميشن دكتور؟ اي دكتور هم يصير عنده نمو. اذا اكو عوامل ذني قدامكم وحفظوها لان حفظوها العوامل. شو تقول تبارك سلمان؟ نعم دكتور. دكتور هو على هذا الموشن. لا ما راح اعوفك يا تبارك سلمان واقول سلو ويف فيس اوف سليب يعني اللي نام واحد فتره طويله يرتفع عنده الجروث هرمون لو فتره قليله مرتبط بزياده افراز الهرمون النمو. يعني اذا واحد نام فتره طويله يرتفع عنده جروث هرمون لو فتره قليله. نعم دكتور. شو تقولين؟ نعم يرتفع. بمن يرتفع؟ لا مرحله النوم البطيء مرتبطه بزياده افراز الهرمون النمو. زين الاطفال دائما ينامون فتره طويله كلش الاطفال ينامون واحد 16 ساعه يفيدهم بحاله السليب لو ما يفيد راح يعملنا على زيادة هرمون النمو في حالة يعني النوم المطول. نمنا؟ لا راح يزيد من إفراز هرمون النمو. زين أبغى يا تبارك سلمان. تبارك سلمان إذا أردنا نقيس التركيز الجروث هرمون عند مستوياته الأعلى نقيسها بعد النوم مباشرة لو قبل النوم؟ قبل النوم. لا قبل النوم تركيزه قليل انا اريد اعلى مستوى له. بعد النوم راح نقيسه. شيء طبيعي هذا مو قبل النوم بعد النوم. يلا تبارك سلمان من يقول وياي يشارك على هالفقره؟ فقره مهمه جدا شوي نتوقف فيها. من اللي ما شارك؟ قال ما شارك. ياس راضي. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله. نعم دكتور. نريد نقيس الجروث هرمون بأعلى مستوياته نقيسه عندما يكون وقته صاعد. هسه مثلا ناخذ المثال النوم. نعم. يمتى نقيسه قبل النوم لو بعد النوم وليش يا ياسر؟ لا دكتور شو طبيعي بعد النوم. ليش دكتور اذا قبل النوم هو مستوياته راح تكون قليله. زين احنا نريد نشوف مدى مستوياته اذا كانت كبيره او لا فلذلك بعد النوم. زين احسنت. واذا اردنا نقيسه في اقل مستوياته قبل النوم. ممتاز هاي الفقره مهمه انا اكدت عليها. شكرا ياس. نحول الى شكرا جزيلا دكتور. increase in plasma level of certain amino acid بعض الامينو اسيد عندما ترتفع بالجسم يرتفع الجروث هرمون مثل ارجينين. هذا ارجينين امينو اسيد لذلك after protein meal or infusion with amino acid او الاكل الحاوي على الارجينين ابحثوا عنه هذا راح يشوف الجروث هرمون ريليزنج سكريشن راح يكون اكثر بواسطه التاثير على البيتا ادرينرجيك الفا ادرينرجيك ستيميليشن او بالتالي يرفع العوامل ذني مهمه جدا. العوامل هذا شنو العوامل؟ لان عوامل مؤثر على افراز الجروث هرمون. جروث هرمون يجي من الانتيريور بيتيتوري جلاند تحدث تاثير سيطره الجروث هرمون ريليزنج هرمون اور انهبيتوري فروم ذا هايبوثالاموس وذني مهمات جدا. تفضل
تبارك سلمان رافع ايدك بالاشتباه، تفضلي تبارك. زينب نعمان. نعم دكتور، ردت أسأل الجروث هرمون هم يتأثر بعامل العمر؟ يعني مثلا في فترة المراهقة مثلا الإنسان يختلف عن ما هو. نعم أيضا أنا جبت لكم هو يعني بالبالغين يعني يقل عند البالغين ويزداد عند المراهقين، يعني هم العلاقة يعني واحد بالعمر. واحد بالمناسبة ليش تبي ترى يعني يقول عندي جروث هرمون فقط على العظام وينمو ويكبر ويطول؟ يمكن إنسى عند أكثريه الناس انه جروث هرمون فقط على طول الانسان وعلى لا ترى هو داخل السيل. سألاقي لكم مثلا دائما يعني ترميم مثلا جروح، لان هاي الامور يتعرض لها الانسان يعني كافه الامور، مو بس لازم موجود هذا جروث هرمون. اكو جروث هرمون يحتاجه بالسيل بروجرام، يعني سيل بروجرام ديت يعني احيانا بالريجنريشن. الجروث هرمون مهم جدا، لا تصورونه فقط على العظام، لا، وكثير من عوامل مثلا حالات الفوليكلز هذه عمليه البيضه حتى تكبر وشيء، صحيح تاثيرات هرمون مختلف، واحد من عندها الجروث هرمون. تفضلوا. منو بعد؟ فرح ظافر، تفضلي فرح. دكتور احنا قلنا بحاله السترس او بحاله السمباثيتك راح يزداد هرمون ال نعم، وقلنا هم بحالة الفترة طويلة من النوم هم راح يزداد، زين لأنه مو عبالك هذا باراسيمباثيتك مو؟ إي لا هذا مو باراسيمباثيتك، هسه أنت تقولين سيمباثيتك. أنا أدري هاي ملاحظة يعني نسميها هنا خلينا نقول استثناء، هذا الهرمون يستثنى من القواعد اللي احنا خلينا نقول بحالة احنا زيادة الإبنفرين أكثر من اللازم شافوا أنه يصعد، لكن بحالة السليب عند الأطفال مثلا أو في بعض التحاليل أكو أمراض صراحة أقول لكم بها أنه بعد ما يأخذ لفترة من النوم مباشرة يسحب من عنده بلاد حتى يعرفون الجروث هرمون. هاي ليست بالباراسيمباثيتك، يعني إذا فسرناها على الباراسيمباثيك لاحظوا التركيز يرتفع لأنه له تأثير على السيروتونين، واضح؟ ورا يعني واحد لا علاقه علاقه بالسيروتونين تحت افكت السليب هنا افكت اون افكت باي سيروتونين وليس الباراسيمباثيتك. اذا على الباراسيمباثيتك لازم نقل، لكن بتاثير السيروتونين سيروتونين يصعد بالنوم راح يحفز الجروث هرمون. يعني بسبب السيروتونين مو بسبب وليس بسبب الباراسيمباثيتك. تمام. رافعين ايديكم بالاشتباه. نور الهدى حسن تفضلي، او نور الهدى حسين. نور الهدى حسين، ياس راضي، تفضل نور الهدى تفضلي. دكتور يعني هي كمعلومه سامعين انه نمو الانسان يتوقف يعني بالنسبه لنمو العظام وطوله يتوقف بعد عمر العشرين، صحيح؟ ممتاز، هذا للعظام صحيح يتوقف للعظام، وايضا للطول ويا من المين بعد يعني كمان الطول اللي يتوقف. الطول هذا مال العظام، طول مال العظام، لكن شكرا. بقية السيل تحتاج لكن بالأطفال نحتاج الجروث. نعم ياس راضي مجاوبت لو بالاشتباه. نعم دكتور عندي سؤال، عفو تفضل. دكتور إذا بيشنت سفر فروم الكولد يعني عنده برودة أو مستبرد أو كذا، من يراجع الصيدلان؟ الصيدلان يقول له تحرك، يعني هنا من يتحرك قصدي يسوي ستيموليشن لجروث هرمون ريليزنج هرمون؟ لا، هذا أكو ما يسمى بالبراون أديبوس تشو وأكو وايت أديبوس تشو. هاي عملية التحرك راح يزيد من خلنا نقول الميتابوليك ريت، وبالتالي يولد جنريشن أي تي بي أز هيتينج. هذا بعيد عن هذا الموضوع. ويعني دكتور ونفسه البيشنت يقول لهم ابتعد عن النوم لا تنام، لان شلون نقول اذا نام حالته تزيد؟ يعني هاي واحده منها، شويه تحرك شويه تحرك كذا، صح؟ لا تنام المرض. نعم شويه تحرك. نعم هو يعني هو هنا أنا حتى ستيموليشن جروث هرمون ريليز هرمون يعني بين قوسين اميون سيستم. داس طبيعي الاميون سيستم، انا من يعني انشط حركه الجسم او حتى عمليه السباحه عمليه الغسل عمليه
المساج احنا ان شاء الله ندرسها في المرحله الثالثه بكل تفاصيلها. هنالك كثير من العوامل تؤدي الى تحفيز الاميون سيستم. يعني هاي يعني يا دكتور هاي احد العوامل، واحد من العوامل، واحد وليس نعتمد على هذا العامل. ممنون ممنون، شكرا جزيلا. ياس راضي تفضل. أمير رسول، أمير رسول عفوا. السلام عليكم دكتور. سلام ورحمة الله. دكتور فهد سؤال. جواب. إذا قسنا معدل الجروث هرمون وراء الإكسرسايز وقسناه وراء السليب، يا هو اللي يكون أكثر؟ عاش فيك، هي هاي راح أدرس لك إياها هسه حاليا إن شاء الله بعد ما أوصل إلى زيادة والنقصان مالت الجروث هرمون، شو راح يصير اسمها الحالة. ها؟ إن شاء الله. إذن هاي العوامل مهمة، اتفقنا العوامل مهمة جدا. growth hormone، growth hormone releasing inhibiting هرمون اللي هو GRIH أو ما يسمى بالسوماتوستاتين. لاحظ سوماتوستاتين، سوماتوستاتين تسمية أخرى للgrowth releasing inhibiting hormone اللي من الهايبوثالاموس سميه سوماتوستاتين. من اسمه سوماتوستاتين إذا يقوم بعملية تثبيط إفراز الجروث هرمون. ما هي العوامل المؤثرة على قلة الجروث هرمون؟ معاكسة تقريبا إلى تلك العوامل. هايبرغلايسيمي، هاي بلازما فري فاتي أسيد. يعني فد عاملين خليت لكم حتى ما تكون. نيجاتيف فيدباك ميكانيزم إلى الجروث هرمون. نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. الجروث هرمون. Releasing hormone from hypothalamus يطيع عز ال internal pituitary gland تفرز growth hormone. Growth hormone يروح لل tissue، لل target tissue تفرز product اسمه somatomedins. Somatomedins هو يقوم بعملية growth داخل السيل، لكن يوصل إلى تركيز معين يرجع بالnegative feedback mechanism حسب ما أخذنا. الاسم اللي يطلع على target cell إذا قلت لكم الأكسس، وعيد على كلمة الأكسس هرمون from pituitary gland to target cell under تأثير growth hormone releasing factor أو releasing hormone تخلي الهايبوثالاموس growth hormone releasing hormone. ثانية anterior pituitary gland تنطي growth hormone. لاحظ target cell اللي هي tissue تنطي somatomedins وترجع ليها بالnegative feedback mechanism سواء كان short أو long. هاي اخذناها بالمقدمة لمحاضرة الهرمونات. هاي بعد ما اتطرق لها، من اقول يعني نيجاتيف فيدباك ميكانيزم شورت لونج، هاي بعد تعرفها انت، بعد ما راح اتطرق لهذا الموضوع. عفوا نزل ايدك حتى يكون متواصل، اعرف انه واحد مو بالاشتباه رافع ايده. ميكانيزم اوف اكشن اوف جروث هرمون. Growth hormone السوماتوميدين راح نسميه IGF1. IGF1 نسميه IGF1. IGF1 من هو السوماتوميدين؟ IGF1 واكو IGF2 اسم انسولين لايك جروث فاكتور. انسولين لايك جروث فاكتور، انسولين لايك جروث فاكتور هذا اللي يطلع من التارجت تشيو، اما تسميه سوماتوميدين او نسميه اي جي اف. في اي جي اف 1 واكو اي جي اف 2. زين جروث هرمون ستيميوليت اي جي اف برودكشن باي جين اكسبريشن. هاي عمليه شلون؟ عمليه الجين اكسبريشن حتى ينفرز الاي جي اف 1 تحت تاثير الجروث هرمون. الاي جي اف 1 ستراكشرالي هو يشبه الانسولين شبه، لكن اكو سي تشين بالانسولين، اكو سي تشين ار نوت سيبريتد بالانسولين موجوده ما بين الاي والدي، اكو سي بيبتايد تربط الاول والثاني، لكن هاي ما موجوده بمن؟ بالاي جي اف. ان هيومن ذير از ديفرنت او ذير تو تايب اي جي اف 1 اند اي جي اف 2. اي جي اف 1 اند اي جي اف 2 الواجب مالتكم وات از ذا ديفرنسز بتوين IGF-1 and IGF-2. Differences only physiological function. يعني نقطة واحدة. يعني فقط بالوظيفة. مو تروح بعيد. فقط بالوظيفة.
تقييم مال فيسيولوجي راح يجيكم ان شاء الله، ومن ضمن الواجبات فانا ادخل على الصفحه من كل واحد على التليجرام اشوف واجباته تم تسليمها او لم يتم تسليم ذلك. الاكشن اوف جروث هرمون شلون يصير عمليه النمو؟ يلا فرح بافر تفضل. دكتور بس عيد الفرق مع الانسولين والهذا الاي جي اف، هذا فرق ستراكشرالي. الواجب الوظيفه الفسيولوجيه للاي جي اف 1 والاي جي اف 2 واتفاق الاي جي اف 1 اسمه سوماتوميدين. بالانسولين واضح، بالانسولين there is two chain A chain and beta chain. الربط ما بين ال A وال B عن طريق C peptide. أكو اسمه C peptide. يربط نهايات ال A ويعني يربط سلسلة ال A مع سلسلة ال B. بال IGF1 ما موجود ولذلك سمي انسولين like growth factor. يعني يشبه لكن أنا أقول شبيهة structural. يعني بس الاي والبي موجود فيه ما موجود هاي؟ عافيه موجود الاي والبي. سيل التايب موجود بالانسولين. من ينصنع الانسولين؟ ينصنع على شكل بري برو انسولين، بعدين يتحول الى برو انسولين، بعدين يتحول الى الانسولين اللي هو الاكتيف فورم. هاي ناخذ ان شاء الله بالانسولين شلون عمليه الصناعه مالته، اعتقد بالمرحله الثالثه وين زين. الاي جي اف 1 الاي جي اف 1 والاي جي اف 2 الفانكشن الفسيولوجيكال الفرق عليكم، شوفوا الواجب شنو اللي الفرق ما بين الاول والثاني من ناحيه الوظيفه. الجروث هرمون عرفنا انه مسؤول عن عمليه الجروث، لكن كيف؟ اولا الجروث بروموتنج اكشن اوف جروث هرمون عن طريق نمو افكت اون بون اند كارتليج اند اذر كونكتيف تيشو. كيفيه ذلك؟ Growth hormone stimulates proliferation of chondrocytes, اللي هي cartilage cell present in epiphyseal and platelet of long bone. يقوم بزيادة number with growth of cells وبالتالي راح يكون مسؤول عن عملية النمو. يعطي عاز إلى كذلك الاوستيوبلاستيك activity اللي يتحول cartilage to bone. كل هذه هي تأثيرها على خلينا نقول البون اند الكارتج. افكت اون بروتين. جروث هرمون هاز انابوليك. كلمه انابوليك عكس كاتابوليك، عمليه بنائيه يقوم بالسماح الى الامينو اسيد اوبتيك باي ذا سيل، لان تحتاج نمو تحتاج بروتين، لذلك شيء طبيعي راح تحتاج امينو اسيد تخلي السيل. ثانيا يعطي تحفيز للبروتين سينثيسيس ان الرايبوسوم، اكو امينو اسيد موجود تحفيز للرايبوسوم. الرايبوسوم هي سايت اوف سينثيسيس اوف بروتين. كذلك ستيموليت ترانسكريبشن اوف ار ان اي. الار ان اي هو مسؤول عن نقل الشفره الوراثيه فروم ذا دي ان اي، وطبعا يوصل الى الرايبوسوم، بعدين يجي الار ار ان اي والتي ار ان اي، وبالتالي يصير عمليه الجين اكسبريشن اند ذن بروتين سينثيسيس. بما انه هو انابوليك اذا يحفز كل هذه العمليات اللي هي دي ان اي ريبليكيشن، دي ان اي ترانسكريبشن اند دي ان اي ترانسليشن، او العفو بروتين ترانسليشن اللي هي مسؤول عن تكوين البروتين. كل هذه العمليات نسميها جين اكسبريشن. جين اكسبريشن زين. ايضا الى تاثير اخر الجروث هرمون، طبعا اذا كان لا تتصور انه هذه العمليه غير متوازنه، نعم هنالك توازن، هنالك بوزيتيف نيتروجين بالانس، يعني هذه زياده الامينو اسيد النمو حقيقه راح ياثر على زياده خلينا نقول بريك داون الى الامينو اسيد حتى يتكون امينو اسيد اخر، قد يكون نون اسينشال يتحول من اسينشال الى نون اسينشال، وبالتالي يكون يخضع ويحتاج الى طاقه بما انه نمو يحتاج الى انرجي. تاثير على الفات. جروث هرمون يسوي لايبولاسيس، يحلل الدهون. ليش يحلل الدهون؟ لان هي تعتبر مصدر من الطاقه، نمو يحتاج طاقه. اذا هو يحفز اللايبولاسيس، يحفز اللايبولاسيس. هذا واحد من التفسيرات، هسه اقول اكسرسايز يمكن امير سامي.
هسه يعني عوامل كثيره من هذه العوامل مثلا after exercise there is increase the growth hormone and there is lipolysis. طبعا اكو عوامل اخرى مو بس هاي يقول امير. بالتالي صار lipolysis حتى يتحرر طاقه لعمليه النمو، تنمو العضلات عند اللي يمارسون الرياضه. يعني شوف انه الجسم مالته قليل الاديبوس تيشو، كثير المصل ناس. واحده من العوامل اللي تؤدي الى ذلك هو الجروث هرمون. طبعا اعتقد بعض الرياضيين بصوره خاطئه يستخدم هذه الهرمونات للسرعه بتكوين العضلات، حقيقه هذا يكون كل حين تقف عدم استعمالها. افكت تاثيره على الكربوهيدرات، قلنا الجروث هرمون هو معاكس الى عمل الانسولين. الانسولين يخفض السكر في الدم بينما الجروث هرمون يسوي هايبر جلايسيميا. يلا حسنين ارفع ايدك وتكلم. دكتور بخصوص الانسولين قبل شوي لما قلت انه عمله معاكس بقيه الهرمونات، بقيه الهرمونات ترفع الجلوكوز ليفل بالبلاد والانسولين يقلله. زين المرضى اللي عندهم السكر مرضى صار عندنا مرضى صار ديزيز خرجت القاعده يعني خرجت القاعده. اعرف دكتور ذول عندهم خلل بالانسولين؟ لا احنا ناخذ موضوع اسمه دي ام ديابيتس ملايتس حقيقه بانواع كثيره من هذا الموضوع، اما قد يكون تايب 1 دي ام تايب 2 دي ام. فاذا كان تايب 1 there is diminished of insulin ماكو انسولين، اما تايب 2 partially deficiency of insulin. يعني هسه ذول نقدر نقول تايب 1 باعتبار من يصعد الجلوكوز المفروض مو ديزيز هذا يا حسنين، هذا لحد الان نورمال نورمال. اذا قلت لي ديزيز راحت الكلام كله تغير، ولذلك من يصير ديزيز دي ام مثلا خربطت الميتابوليك تشينجز صار التاثيرات الهرمونيه اخرى صارت عكس، ولذلك ما نقدر يعني حتى اكو حالتين ايضا يصير اللي عندهم دي ام حاله يسموها السوموجي فينومينا، بعض الهرمونات تاثر على هذا الشيء. هذا ما اريد يعني تسوي ميستيك بالافكار، انا اريدك فقط تعرف الفيسيولوجيكال فانكشن اوف انسولين معاكس الى عمل الهرمون جروث هرمون. انسولين يخفض جروث هرمون يرفع. تمام عشت لك دكتور. انكريز كلوكونيوجينيسيس، هاي العمليه كلوكونيوجينيسيس هي تكوين السكريات او السكر من مصادر غير كربوهيدرات. من اللي يحفزها؟ جروث هرمون. Decrease uptake of glucose. وإذا قلت الأبتيك glucose من التشيو راح يرتفع سوى hyperglycemia. Inhibit glycolysis. Glycolysis تستهلك الجلوكوز أول عملية ورئيسية حتى تخلص الجلوكوز تحوله للبايروفيت. هاي العملية راح تتوقف أو تتثبط بواسطة الجروث هرمون. وقلنا الهرمونات لها تأثير على الإنزيمات، تأثر على تلك الإنزيمات المسؤولة عن الجلايكولايسيس. كذلك الجلايكوجين ستور to increase and so on. لاحظ هو هذا معاكس، يعني اذا increase gluconeogenesis بواسطه جروث هرمون الانسولين يكون معاكس هبت، والبقيه نفس الكلام. effect on mineral growth هرمون يسوي mineralization for bone، بما انه البون يريد نمو وصار به عمليه النمو وتحولت الاوستيوبلاست there is growth in bone، لذلك يحتاج mineral، لذلك يكون mineralization of bone. اللي عنده growth hormone اكثر يشوف العظم مالته كلش قوي مثل امين، عظمه كلش قوي عضلاته مارس رياضه، وتكون هاي الحاله هي مصاحبه لزياده الجروث هرمون. زين واضح؟ امير يمكن يسمعني. يا جسمي على عظمه شوي عظم انه mineralization of growth hormone. المينرالايزيشن اكثر شيء منه الكالسيوم حقيقه، المغنيسيوم الصوديوم بنهن المينرالز. افكت اون لاكتيشن، قبل شوي اعتقد طالبه ما اذكر اسمها شوي اذا ذكرني اسمها اللي سوت مداخله انه مو فقط احنا نحتاجه في حالات البون، نحتاجه في بعض الحالات الاخرى مثل اللاكتيشن. الميلك برودكشن، لو لاحظ الميلك برودكشن من يقوم بعملية growth of lactating animals منو؟ growth hormone. ستقول مو اكو تأثيرات هرمونات أخرى such as progesterone prolactin ما يخالف، لكن التأثير يقوم بعملية نمو
البريست لاكتيتنج انيمالز هو الجروث هرمون. اذا ايضا له تاثيرات اخرى الجروث هرمون مو فقط على البون. من الهرمونات الاخرى اللي تنفرز ايضا اللي هي البرولاكتين. شوي انتبه لي على كلمه البرولاكتين. برولاكتين من اسمه هو مسؤول عن عمليه الملك برودكشن. زين هاي الكلمة بولستايل، يقدر واحد يعطيني كلمة بولستايل شنو معناها؟ معناها فيسيولوجيكال. خليني اشوف من منتبه وياه. يلا صادق قول صادق. نعم دكتور. دكتور يعني معناها نبضات مرات يصعد مرات ينزل مرات تكون نورمال. عاشتيدك صحيحة. شو نسميها هاي الحالة صادق؟ شو نسميها؟ هي بولستايل. واضح؟ ما يخالف بس لها اسم اخر اتفقنا في مقدمه الهرمون. صحيح؟ لا اي ريجوليشن بها طريقه. يلا زينب احمد. صباح الخير دكتور. صباح النور. ريجولار رسم. شو عيد الياها؟ الريجولار رسم. احسنتم. او لها اسم اخر من يساعد زينب احمد؟ منو نور لودا بعد من عنده أضافة؟ يلا يا نور الهدى حسين خلنا نعطيه مثال. coordination هو كله coordination كله coordination. يلا خلنا نطل ستار إلى صادق غازي. ستار واي شارك اليوم صادق غازي وعباس. يلا صادق شو تسميه الحالة؟ نعم دكتور بس يعني ناسية سيركاديان رثم. زميلتكم زينب سيركاديان رثم. قبل شوية حكيناها من البداية وقلنا عباس ناقش شوية على السيركاديان رثم. لاحظ نعم secretion increase about one hour after onset of sleep and continue through the sleep period. زين اللي عندهم lactation هسا نصيحتك نصيحتك الفسيولوجية إلى الأم صاحبة اللاكتيشن لازم تأخذ راحة مو؟ شو تقولون؟ What is the role of a clinical pharmacist to give advice for lactation women as physiological advice بين قوسين نصيحة فسيولوجية نصيحة الفسيولوجية لازم صح نصيحة الفسيولوجية شو تقول يا غدير عادي دكتور لازم تأخذ فترات راحة هواي يعني لأن البروكلاتين يفرز خلال بعد ساعة من النوم ويستمر طول فترة النوم لذلك راح تزداد معدلات إفرازها علمًا سببها يرجع علمًا سببها هاي الراحة وزيادة علمًا يرجع سيركاديان رثم سيركاديان رثم خلينا نساعدك شوي سيركاديان رثم during pregnancy كذلك اللاكتيشن يرتفع هذا الرقم مو شرط تحول لكن ايضا يرتفع كذلك البرولاكتين sources مات البلاسنتال امنويبتيك فلويد خلاله ايضا الماترنال انتيريور بيتيوتري جلاند اكو فد موضوع شوي راح اركز عليه بالبرولاكتين ايضا كذلك لا affected by استروجين منو هذا البرولاكتين برولاكتين سيكريشن يكون سيكريشن بارالل وذ بصوره متوازيه مع الاستروجين لذلك لاحظ بالاسبوع السابع والثامن الاستروجين سيكريشن يرتفع مع ارتفاع البرولاكتين بالاسبوع السابع والثامن. This is due to oestrogen inhibition of hypothalamic prolactin inhibiting factor. فإذا نجيب لكم تفسير ليش يرتفع البرولاكتين في الاسبوع السابع والثامن تقول الاستروجين راح تكون في هذه الحاله يكون مثبط الى الهايبوثالاميك برولاكتين انهبيتنج فاكتور منين هذا؟ من الهايبوثالامس من الهايبوثالامس كنترول اوف برولاكتين نفس الكلام ايضا هنالك برولاكتين انهبيتنج وهنالك برولاكتين ريليزنج
بعد ما احكي عليها، انا حكيناها بالمقدمه هذا الكلام. راح اكد على كلمه برولاكتين انهبيتنج فاكتور هاز بين ايدنتيفايد از دوبامين. احنا قلنا وحده من الكنترول هو دوبامين، شوي اكد لي على هالكلمه هذه. لذلك ذا سبستانس لايك دوبامين اغونست اللي تشتغل نفس شغل الدوبامين، اركز على هذه النقطه. اند اللي هي مثل الدواء اللي اسمه برومكريبتين، برومكريبتين الدوستينكس هذا اللي موجود بالفارماسي. اند سيروتونين انتاغونست، لاحظ سيروتونين انتاغونست مضاد لهذا الهرمون اللي يشعر الانسان براحه. Then block the secretion of prolactin. من يعيد لها الفقرة حتى الكل يقولون احنا نعرف بيها. يلا من عنده امكانية وياخذ الستار معدلة. يلا عباس. دكتور الدوبامين او الدوبامين والدوبامين اغونست والسيروتونين انتاغونست هي ذن سوية block the secretion of prolactin. يعني اذا اكو ادوية تشتغل نفس الشغل الدوبامين يا عباس، البرولاكتين ايش فيه؟ اذا اكو اذا اكو ادويه تشتغل نفس الشغل الدوبامين. دكتور صوتك تقطع، اذا تقدر تعيد السؤال. عباس تسمعني يا عباس؟ عباس ادى دور عباس. اولا زينب نعمان. نعم دكتور عندي سؤال، يعني انا قبل السؤال خاص بهاي الفقره لو خارج الفقره هاي؟ لا هو يعني على البرولاكتين. نعم هاي الفقرة زي لا عيني. لا مو بهاي الفقرة. إذا مو بهاي الفقرة امتنع لأن هاي الفقرة مهمة جدا، إذا رحنا بغير فكرة تشتت الأفكار عند الطلاب. لا نعم. يلا يا فرح ظافر، خلي رفعت الإيد وين؟ يلا فرح ظافر. فرح ظافر وراحت فرح ظافر. ايضا راحت. فاضل علي. نعم دكتور. يلا قولها فاضل. دكتور الدوبامين واغونست والبرولاكتين انهبيتنج فاكتور، فاذا اعطينا الدواء اغونست والدوبامين فراح يقلل البرولاكتين. زين. واذا سيروتونين انتاغونست؟ اذا سيروتونين انتاغونست راح يصير بلوك السكريشن مال البرولاكتين. ممتاز. اذا بهاي الحاله اكو بعض الادويه اللي مشابه للدوبامين، من يجيك اي دواء بين قوسين مشابه للدوبامين اكشن ونقول لك شنو تاثيره على برولاكتين تكون الفقره عندك واضحه. انا بعد ما ركز على هذا الموضوع. من هذا الدواء هو البرومكريبتين is used during postpartum period for reducing the prolactin level to inhibit lactation. هذا اللي هو البرومكريبتين اللي هو دوبامين انت يعني دوبامين عفوا اغونست يعمل على انهبيت اوف لاكتيشن. مرات يصير اكو فيميل يعني يصير عمليهم عندهم لاكتيشن سواء كان افتر بريجننت يعني زياده عن اللازم وماكو فد مولود بسبب يعني توفي المولود او هنالك ديزيز زايد عن اللازم او هنالك بعض الفيميل يعني بدون حمل شيء هنالك زياده بالبرولاكتين لسبب ما. واحد من هذه العلاجات اللي هو الدوبامين انتاغونست اللي هو البرومكريبتين حتى يقلل عمليه اللاكتيشن. نعم دقيقتين. العوامل المؤثره على البرولاكتين نفس الكلام بعد حتى من عيته اللي هي ايضا التي ار اتش. هذا التي ار اتش اللي هو حقيقه البرولاكتين ريليزنج فاكتور إلى تأثير اللي هو الثايروتروبين ريليزنج هرمون. هنا هذا الثايروتروبين ريليزنج هرمون يحفز تكوين الثايرويد ستيميليتنج هرمون. لذلك إذا اكو خلل بالثايرويد جلاند اكو فد كونكشن ما بين الثايرويد جلاند والبرولاكتين. عن طريق هذا الارتباط البرولاكتين ريليزنج فاكتور فور برولاكتين اللي هو من هو تي ار اتش. لكن هذا السبب يحتاج لدراسة كثيرة. فهذا السلايد فقط للتوضيح. اكو بعد يعني خلينا نقول يحتاج لتوضيح جدا تفصيل. هو انا قلت لكم الارتباط ما بين البلانت هذا بالبوست دكتوريت او بالبوست جراجويت. هذا السلايد جايكم فقط اريد اوضح لكم انه اكو هنالك ارتباط
ما بين اندوكراين مع اندوكراين اخر اكو ارتباط، انتم هاي مهمه انا راح اعبرها لك تمام تكون عندكم. هذا يعطي فكره انه اذا اكو خلل معين في احد الجلاند لازم تشيك البقيه انه تطلع تاثيرات على بقيه الجلاند اخرى. الستريس كذلك، الستريس ايضا مؤثر على عمليه اللاكتيشن. كثير من الحالات النفسيه وحالات عدم الحفاظ على حقوق المراه و يعني المشاكل الاجتماعيه تؤدي الى قله الحليب حقيقه، لانه يزيد الدوبامين ستيميليشن ريسبتور وبالتالي تقلل. يعني احيانا نشوف من هذا انه هنالك نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، لان هنالك حقيقه ايضا باثولوجيكال ستريس، هذا فيسيولوجيكال ستريس، اكو باثولوجيكال ستريس ايضا تؤدي الى انكريز برولاكتين اكثر من اللازم. هنالك امراض كما في حاله التيومورز بالبرين البيتيوتري جلاند ايضا تؤدي الى زياده، وهنالك كثير من حقيقه الفيمال بيشنت اللي اعرفهم يرتفع البرولاكتين اضعاف الاضعاف عن المستوى الطبيعي. هنالك بعض الادويه كما اتفقنا، اي دوبامين انتاغونست، شوف لاحظ دوبامين انتاغونست such as فينوثيازين، ترانكولايزر، ادرينرجيك بلوكر، سيروتونين اغونست تؤدي الى ستيميوليت برولاكتين ريليس، شوف المثبطه للدوبامين. يعني لو نرجع للفقره العلميه اللي قلت لكم ناكد عليها، الفقره العلميه تقول ما يلي اللي هي اي دوبامين اغونست، لاحظ دوبامين اغونست تعتبر مثبطه للبرولاكتين، اذا دوبامين انتاغونست يعتبر محفز، العكس صحيح يعني. فلذلك اكو بعض الادويه لو اشوفها انكريز اور كونترا انديكيشن اللاكتيشن مثلا تؤدي الى قله البرولاكتين بالتالي قله اللاكتيشن، والعكس صحيح. احفظ انه الدوبامين يسوي تثبيط بالبرولاكتين والانتاغونست دوبامين يسوي تحفيز. فسيولوجيكال افكت اوف برولاكتين طبعا راح يزيد بريست جروث بالتعاون مع هرمونات اخرى، يعني مو بس عليهم، جروث هرمون ايضا يدخل فيها. لاكتوجينيك افكت تاثيره على الالفيولار ابيثيليال سيل كذلك بواسطه اتحاده مع الابيثيليال سيل، وبالتالي يزيد من عمليه السكريتري فاكتور. هاي الفانكشن مالته شنو الميكانيزم اللي يؤثر على دورينج بريجننسي لاكتوجينيك افكت سوبرست خلال فتره الحمل. ما راح نشوف عمليه لاكتيشن بسبب الهرمون هاي كونسنتريشن اوف بروجستيرون اند استروجين، وبالتالي سوى عمليه سوبرشن لللاكتو جينيك افكت اند ذن انهبيتنج اوف برولاكتين. الهرمونات المسيطره كذلك على البرولاكتين هي الجونادوتروبين ريزنج هرمون اللي مسؤوله عن الاف اس اتش اند او اتش سكريشن، كذلك ذن العوامل المؤثرة على البرولاكتين. برولاكتين inhibit the secretion of GnRH. إذا صار inhibit إلى هذا العامل بالتالي ماكو راح يكون الـ FSH والـ LH ويصعد البرولاكتين. طبعا اكو تنظيم، عملية تنظيم ما بين الأول والثاني. Abnormal of growth hormone ارتفاع، أنا فقط بدون تفاصيل هذا بالباثوفيسيولوجي ناخذه. Growth hormone deficiency يؤدي الى شورت ستاتس اند دوارفيزم. دوارفيزم شورت ستاتس تيرم ذات ريفير تو وين بيرسون از سيجنيفيكانتلي شورتر ذان اذر بيبل اوف ذا سيم ايج اند سكس. هذا يكون الطول مالته قصير ضمن الشارت العالمي، شوفه مو نفس الطبيعي، هذا يسمونه شورت ستاتس. دوارفيزم سكيليتال ديسبليشيا اللي يسمونه دوارفيزم. دوارفيزم هذا خاص بالسكيليتال، هذا خاص بالبون. جروث هرمون اكسس اذا كان زياده عندنا حالتين، حاله يسمونها الجيجانتزم وحاله اخرى نسميها الاكروميجالي. بالاطفال نسميها جيجانتزم، بالكبار نسميها اكروميجالي. عندنا هرمونات من هاي كلها من الانتيريور بيتيتري جلاند. من البوستيريور بيتيوتري جلاند عندنا تو هرمون، انتي دايوريتيك هرمون اند اوكسيتوسين اور
اللي هو طبعا هرمون مسؤول عن عملية الولادة. الانتيديوريتيك هرمون يفرز من البوستيريور ويسمى كذلك البازوبريسين. الهالف لايف مالته هو 16 الى 20 ساعة. الميكانيزم مالته طبعا احنا ماخذين الانتيديوريتيك هرمون بعملية الريجوليشن اوف اوزمولاريتي اوف ذا بلاد، ويعمل على ال V1A ريسبتور وال V1P وال V2 ريسبتور. ذني حقيقة يحفزهن البازوبريسين اللي هو الانتيديوريتيك هرمون، ومسؤول عن عملية ال L الريجوليشن اوف اوزمولاريتي اوف ذا بلاد. عندما الاوزمولاريتي ترتفع بالبلاد الانتيديوريتيك هرمون راح يكون يرتفع، والعكس صحيح، والعكس صحيح. المكان مالته اكو بالكدني ريسبتور له خاص، من هو الانتيديوريتيك هرمون، يرتفع باعتمادا على الاوزمولاريتي اوف ذا بلاد. تم تفصيل ذلك بصوره مفصله بالكورس الاول. ترتفع الاوزمولاريتي ارتفاع الانتيديوريتيك هرمون، وبالتالي يقوم بزياده البيرميابيليتي اوف ذا ووتر تو باي ذا كدني تو ذا بلاد. إلى تأثير آخر يسوي vasoconstrictor effect، vasoconstriction للهرمون، وبالتالي يقلل من عملية GFR. regulation of antidiuretic hormone، عندنا تأثير effect of osmotic pressure. الأوزموتيك pressure أو الأوزمولاريتي هي المؤثرة على الأنتيديوريتيك هرمون. ارتفاع الأوزمولاريتي يرتفع الADH، قلة الاوزمولاريتي تقل الاي دي اتش هرمون. واضح كلش، بسيطه جدا. اما هذا الاوزمولاريتي احنا ماخذين مثلا 285، شلون راح ترتفع اذا صارت اكثر من 300؟ راح يكون انتي دايرتيك هرمون اكثر، والعكس صحيح. انا ليش اسرعكم مواضيع؟ مواضيع اني تم شرحها بصوره مفصله جدا فبالكورس الاول، فقط هنا اعيد الى هذه العمليه حتى نوصل الى الموضوع اللي احنا نريده. change in blood volume، قله البلود فوليوم معناها زياده الاوزمولاريتي. زياده الاوزمولاريتي يعني زياده الاي دي اتش. يعني شوف المفصل الاكسترا سيلولار فلويد عرفناه، واحد من عنده هو البلود اللي هو خارج الخليه. فاي قل اي زياده او قله من المسؤول عن عمليه regulation of osmolarity of the blood، واحد من هاي العوامل هو الانتيديوريتيك هرمون اللي يعمل على المحافظه على الاوزمولاريتي اللي هي 285. اكو مواضيع انا اكد عليها. ابنورمال اوف انتيديوريتيك هرمون اللي هي عندنا اثنين، سندروم اوف ان ابروبريتد هايبر سكريشن اوف اي دي اتش، اكو زياده بالاي دي اتش، واكو دايابيتس انسايبيدس، يعني هو هذا يسموه السكر الكاذب. السكر الكاذب ما له علاقه بالانسولين. سندروم اوف ان اوبريتد هايبر سكريشن اوف انتيديوريتيك هرمون اللي هو حقيقه يرجع الى الانتيديوريتيك هرمون سكريشن اب نورمال. فبالتالي حقيقه هذا الانكريز يكون بريزنس اوف هايبو اوزمولاريتي، سيقول هذا زياده واكو حاله هايبو اوزمولاريتي. شنو تفسيرها؟ يعني معناها هنالك there is no action، يعني خلينا نقول اللي هو antidiuretic hormone resistance موجود عالي لكن ما يشتغل، ما راح يحافظ عليه. يعني زياده ازيد من اللازم، خلينا نقول زياده مفرطه، يعني زياده مرضيه، انها حاله abnormalities. فبالتالي الزياده يوصل مرحله راح يكون increase the water with the blood and then hypoosmolality، يعيد الووتر اكثر من اللازم، بالتالي راح تكون الهايبو ازمولار. اكسسيف اي دي اتش سكريشن ليد تو ووتر انتوكسيكيشن. لاحظ اكو واحد سامعين بي يسمم بالووتر، شو تقول عباس؟ اكو واحد يصير عنده ووتر انتوكسيكيشن. ووتر انتوكسيكيشن يا عباس، اذا كان اكو ايكولاي مثلا بالماي يسمم. هسه هذا اذا كان بكتيريا، انا صد فيسيولوجيكال. لاحظ اذا اكو بحاله الفيسيولوجيكال بحاله السندروم اوف ان ابروبريتد هايبر سكريشن اوف اي دي اتش. الاي دي اتش من الكدني كله يرجع تقريبا للووتر، يصير عنده هايبو اوزمولاريتي. واذا صار عنده هايبو اوزمولاريتي نرجع للتفسير بالمحاضره السابقه، جيب سيل خليها بهايبو
واللي جاوبت من هي فرح ضافر، جبنا سيرم وخليناها بمحلول مو ايزوتونيك، هايبو تونيك. شو راح يصير بالسير يا فرح ضافر؟ شو يصير بيها يا فرح ضافر؟ فرح ضافر ما موجود. شو يصير بيها السير؟ شو يصير بيها؟ بس سعيده اذا حطها بهايبو، هايبو اوزمولر جبنا السير. شو يصير بيها؟ شرينكج او سوالينج؟ شرينكينج. يا فرح ضافر سويت روحي ما اسمع. ها ايش يصير بيها؟ سوالن. واذا صار بيها سوالن ايش راح يصير بيها؟ راح تسكن سوائل داخل الخليه. يابا راح تنفجر، يصير بيها دامجينج. سوالن دامجينج. وبالتالي تموت. سميناه ووتر انتوكسيكيشن. ووتر انتوكسيكيشن، هاي الحاله ووتر انتوكسيكيشن. ووتر انتوكسيكيشن. لاني فقط طلع عليهم، انا احب انه اذكر المواضيع اللي مهمة. هذا الفيجر موجود بالكورس الاول اعطيتكم اياه. هذا الفيجر ايضا تم اعادته. شلون عمليه الريجوليشن اوف اوزمولاريتي اوف ذا بلاد بالاعتماد على الاي دي اتش سكريشن. بالاعتماد على الاي دي اتش سكريشن. الدايابيتس انسايبيدس اللي هو كلينيكال كونديشن بوليوريا، عنده زياده باليوريا. يعني عنده زياده تكرار بالادرار باليوريا. نتيجة قلة الـ ADH. هنا ADH ماكو. فشلون راح نميز ما بين واحد عنده سكر صحيح وما بين واحد عنده سكر كاذب؟ أعتقد هو هذا السلايد اللي هو راح أتوقف يمه. المحاضرة بقت فيه السلايدين ومشكلة على الكود، يعني المحاضرة الجاية كمان. من اللي يقول لي شلون أميز اعتمادا على هالنقطة هاي؟ شلون أميز ما بين اللي عنده سكر كاذب؟ يلا عباس اختمها عباس بالستار. دكتور اللي عنده سكر كاذب ما راح يصير عنده ارتفاع بمستوى الجلوكوز بالدم، تمام، ويصير عنده ديفيشنسي بالاي دي اتش. زين هم اثنيناتهم صار عندهم عباس بوليوريا، هذا زياده بالادرار وهذا زياده بالادرار. اي بس هذا اليوريا مالته ابو السكر عنده بجلوكوز يصير طرح بالجلوكوز لانزايم نتيجه تاثير الاوزموزيس اوف جلوكوز، بينما هذا نتيجه قله الاي دي اتش. خلت الاي دي اتش يقل امتصاص المي فيصير هواي، يعني يوريا هواي يورا عندنا فينطرح. زين انا بعد خمس دقائق وياكم اخلص السلايدين واخلص من هالمحاضره. وليش تتقطع عندكم يصير تسجيلين؟ عندنا هرمون اخر اسمه الاوكسيتوسين. اوكسيتوسين ايضا من البوستيرير هرمون ويعمل على زياده الكالسيوم داخل السيل ويعمل على الكونتراكشن اوف مايو ابيثيليال سيل، لذلك يكون مهم جدا في الميلك اجكشن. شوف لاحظ مو برودكشن، اجكشن. اكو تعريف يكون دقيق، يكون من المصدر اجكشن وليس برودكشن. اجكشن دفع تدفق. اكشن اوف اون يوترس يستخدم في عمليات حقيقه الولاده اللي طبعا موجود باللابور، موجود في صلاه الولاده، ولانه يعمل على زياده الكونتراكشن اوف يوترس مهم جدا. لكن بالميل ليفل اوف اوكسيتوسين انكريز ديورينج ايجاكوليشن ويتش كوز انكريز كونتراكشن اوف سموث مسل اوف فاز ديفرنس اند هيلب ان بروبلنج اند ذا سبيرم توورد يوريترا. ولذلك واحده من حالات الانفيرتيليتي ايضا قله الاوكسيتوسين بالميل. يعني الاوكسيتوسين مو موجود فقط بالفيميل، ايضا موجود بالميل وله وظيفه بعمليه ايصال السبيرم تو ذا اوفا. كنترول اوف اوكسيتوسين سكريشن، شلون راح يصير عمليه الكنترول؟ مثل الطريقه الاولى. اول بدايه ستيميليت باي انكريز اوكسيتوسين ريليز اللي هي انكريز كولينرجيك ستيميليشن. حالات الكولينرجيك حفز الاوكسيتوسين سكريشن. عمليه السوكلينج ستيميليت يعني عمليه الرضاع تؤدي الى زياده الاوكسيتوسين ريليز. جينيتال تراكت ستيميليشن دورينج كويتوس اند لابور انكريز ذا اوكسيتوسين ريليز. يعني عوامل نقول خارجيه اكثر شيء. فاكتور ويتش انكريز ديكريز اوكسيتوسين اللي هي الايموشنال سمباثيتك ستيميليشن دراج ساتش از ايثانول
and enkephalin. كلمة هاي enkephalin ناخذها بالثالث بال ناخذها بالأدوية وناخذها بالorganic pharmaceutical chemistry. هنالك الأوبيويد ريسبتر موجودة بالبرين، هنالك ثلاث مركبات اندوجينيوس تقوم بعملية تحفيزها إلى الميو ريسبتر ولا الدلتا ريسبتر، واحدة من عتلي الانكفالين حتى يكون دائما في حالة الإيوفوريا وحالة الأنالجيسيا. وأختم المقولة: وتحسب أنك جرع صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. في نهاية محاضرة الإندوكراين جلاند أريد من عندكم مايك. النقطة الأولى سوف تشارت، التشارت يتضمن الجلاند. هسه المقدمة عرفتها أنت شنو الهرمون وشنو تقسيماته وشلون يشتغل. الجلاند شنو الهرمون اللي ينفرز من عنده وشلون عملية الريجوليشن، ونجي لهذا الهرمون شلون ينطي الأكشن مالته. يلا عباس. دكتور بلا زحمة، قبل الأبنورمال مال اي دي اتش أكثر الطلاب انقطع عندها النت، صار يعني عموم النجف يمكن ضعيف كلش، فتقدر تعيد لنا ياهن بصورة سريعة؟ يا هو قبل يعني بالضبط يعني الأبنورمال مال الاي دي اتش قبل تمام تمام اربع سلايدات واضح. الاي دي اتش عندنا بي زيادة وعندنا بي نقصان، النقصان سميناها ديابيتس انسيبيدس وما في مشكلة، يشبه حالة الدي ام لكن ما له علاقة بالجلوكوز. هنا قلة بالاي دي اتش، الاي دي اتش يمنع، هو انتي دايوريتيك هرمون من اسمه انتي، يعني يمنع امتصاء يمنع ظهور الووتر باليورين. بالتالي ايش راح يصير هاي الحاله؟ اذا منع راح يرجع الووتر انما للبلوت الانتي دار هاي بصوره نورمال، يمنع للووتر يقوم بعملية regulation of osmolarity of the blood. Osmolarity of the blood عالية، antidiuretic hormone لازم يصعد حتى يرجع الووتر للبلد ويحافظ على النورمال osmolarity اللي هي 285. والعكس صحيح، إذا كان قلة بالantidiuretic hormone يعني الووتر ما يرجع للبلد راح يطلع باليورين يصير عملية نيوريسيس. إذا كان هنالك زيادة مرضية كما في حالة حالة يسموها SI DH، هذا اختصار الى syndrome of inappropriate hyper secretion of ADH، هذا زيادة، بما انه اكو زيادة يعني معناها الووتر بنسب عالية يرجع للبلد ويسوي water intoxication. صار water intoxication. وياي عباس وياك دكتور، وضحت هاي الفقرة. فبهاي الحالة حقيقة نحفظ فقط الزيادة والنقصان، وبعدين احنا راح نشوف شلون طريقة نربط نسوي كونكشن. والأهم شيء تاخذ الفسيولوجيكال، اخذت الفسيولوجيكال بعد يعني انت لا تخاف من شيء، اخذت الفسيولوجيكال صار زيادة صار نقصان، صار زيادة بالهرمون انت وظيفة زائد، صار نقصان بالهرمون وهكذا. تمام. السلام عليكم دكتور. بس اعطيني مجال بس اسوي هذا. عليكم السلام ورحمه الله. دقائق اعتقد مش تبع صوت.